السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا ورشة منهجية البحث، وبكرة ورشة تحليل البيانات الاقتصادية وبيانات الأعمال. الورشتين حيكون عندنا نفس الانستركتور اللي هو الدكتورة سارة صديق. سارة صديق أستاذ مساعد ومدير مركز ريادة الأعمال في مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم. تركز أبحاثها بشكل أساسي على مجال إدارة العمليات بالإضافة إلى ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية بما في ذلك ITMS في ماليزيا و EBES 32 في تركيا، بالإضافة إلى عدد من المؤتمرات أخرى في اليابان وفي ألمانيا. مساهمات البحثية تم نشرها في مجلات علمية متميزة جداً مثل SN Operations Research Forum, Business and also Journal of Academy of Business and Emerging Markets, as well as Technology Innovation Management Review. دكتورة سارة حاصلة على بكالوريوس الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الخرطوم وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الخرطوم، وتحصلت على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة أوساكا في اليابان. مرحبا بك دكتورة سارة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ مساء الخير عليكم جميعاً. شكراً دكتورة نعمة على الترحيب والإنترودكشن. زي ما قالت دكتورة، أنا سارة صديق، هاشتغل معكم إن شاء الله السيشن بتاعت اليوم Research Methodology، وبكرة إن شاء الله Data Analytics. Just let me share my screen so we can get started. أوكي، بس يا دكتورة أنا هعمل ميوت أول على أساس إنه ده أوكي. السيشن حقتنا اليوم مقسمة لثلاثة محاور أساسية. هنتكلم عن الـ Research Methodology بشكل عام، لأنه طبعاً Research Methodology موضوع كبير جداً، فصعب أنه يتغطى في وقت قصير زي ده. فهتكلم بشكل عام عن المفاتيح الأساسية وممكن نقول الـ Fundamentals of the research methodology. بعدين هنتكلم عن البيزنس ريسيرش، البيزنس ريليتد ريسيرش هو شنو والهدف منه شنو، وحناخد عدد من الامثله او الانواع للبيزنس ريسيرش ممكن تكون كيف، ونشوف تفاصيلها. اخر حاجه هنتكلم عن البيزنس بلان اند بيزنس بروبوزل، هم شنو الفرق بيناتهم شنو، كيف بنستخدم كل واحد منهم، وحنشوف الفورمات وسم اكزامبلز للبيزنس بلان والبروبوزل. طيب المحور الأول حنتكلم عنه هو Research Methodology. طيب الميثودولوجي بشكل عام هي explaining how a researcher intends to carry out their research، يعني إنه نحن عايزين نعرف الباحث المعين عمل البحث المعين كيف، شنو هي الطريقة اللي استخدمها بتفاصيلها كلها. الطريقة دي بتشمل عدد من الـ الأقسام، يعني هنشوفها بعد شوية، وفي كل جزئية في كل قسم من الأقسام دي عايزين نعرف شنو الطريقة اللي استخدمها الباحث. فده بشكل عام الميثودولوجي، يعني التعريف المختصر للريسيرش ميثودولوجي. هي مفروض تكون طريقة منطقية logical وsystematic plan عشان نقدر نحل بيها مشكلة بحث معين. ولما نقول مشكلة ما بنعني دائما إنها هي problem، يعني لكن السؤال question اللي احنا عايزين نجاوب عليه من خلال البحث. طبعا البحث دائما لازم يكون في هدف منه، يعني سواء حل مشكله او انتهاز فرصه اللي هي to seize an opportunity او كده. فده المقصود بالبروبلم، هي ما شرط تكون بروبلم بمعنى بروبلم. طيب الميثودولوجي الهدف منها برضو to detail the approach، الطريقه اللي استخدمها بهدف إننا to ensure the reliability and the validity of the results. وحنجي قدام شوية نشوف يعني شنو reliability ويعني شنو validity، وكيف نقدر نحنا نقيسهم عشان نعرف إنه هل النتائج اللي وصلنا لها من البحث كانت trustworthy، يعني هل نحنا بنقدر نثق في النتائج دي ولأي درجة. فده بشكل عام المعنى أو الconcept بتاع research methodology. طيب الريسيرش ميثودولوجي بيتعمل لأغراض متعددة، منها الدوكيومنتيشن، إنه أنت ممكن تعمل البحث وكل التفاصيل تكون أنت عارفة لكن الناس التانيين ما عارفينها،
فلازم يكون في documentation, proper documentation, توري كل التفاصيل اللي اتعملت. بيعتبر work plan, سواء إذا كان البحث قايم به researcher واحد أو team. فلازم يكون في work plan تكون واضحة للناس إنه نحن عايزين نعمل واحد اثنين ثلاثة عشان نصل للهدف المعين. بعد ذاك replication, إنه بعد ما البحث ينتهي إذا في باحثين تانين عايزين يستفيدوا من البحث ده يعملوا replication اللي هي إعادة أو تكرار للتجربة على أساس إنه يشوفوا هل هتجيهم نفس النتائج, هل النتائج هتكون consistent إذا غيرنا السامبل. لأهداف متعددة بيكون في replication للresearch, فلازم يكون في proper documentation أو proper methodology عشان الباحثين الآخرين اللي بيجوا فيما بعد يقدروا يعملوا replication أو إعادة للتجربة. والجزئية الأخيرة المهمة اللي بتنتج عن الميثودولوجي إنها تكون يعني properly documented, إنه يقدروا الناس ينتقدوا criticism, يقدروا ينتقدوا البحث ويعرفوا شنو المشاكل اللي كانت فيه, وبالتالي تقدر تتحلى في المستقبل في بحوث أخرى. والحاجة اللي بتظهر في البحوث دائماً إنه في الجزئية الأخيرة limitation بتاعت البحث بيكون في تفاصيل, لأنه شنو أنت المشاكل اللي واجهتك في البحث وشنو الحاجات اللي كانت مثلاً أنت حاسي إنه فيها مشاكل, فبالتالي يعني to be resolved في future research. طيب ده بشكل عام. طيب هنتكلم على ال process بتاع the research methodology أو ال fundamentals الأساسية, النقاط الأساسية اللي بتمر بها مرحلة البحث أو الميثود الميثودولوجي بتاعت البحث. What to research, whom to research, how to research, وآخر حاجة when to research. في كل element من الـ elements دي هنشوف التفاصيل بتاعتها عاملة كيف. طيب هنبدأ بأول حاجة what to research. الـ objective من البداية, هل the type of research, هل هو theoretical ولا empirical, هل هو الهدف منه exploration ولا description ولا explanation. هنشوف الحاجات دي بالتفصيل. هنمشي بعد ذاك ل whom to research. هنتكلم عن the unit of analysis وال unit characteristics. بعد ذاك هنمشي ل how to research, واللي هي دي فيها تفاصيل أكتر, اللي هي دي الطريقة نفسها اللي انت اشتغلت بها. هنعرف عن the literature review, بعد ذاك ال conceptualization and operationalization, والmeasurement of the construct أو ال variables اللي هنستخدمهم. هنتكلم عن ال reliability وال validity وال quantitative versus the qualitative research. آخر حاجة هنعرف when to research, اللي هو time frame أو الزمن ال نحنا عايزين to conduct the research في الفترة بتاعته. طيب نبدأ بأول جزئية, what to research. عشان عايز أشوف الأسئلة. I'll just keep it here. ما في أسئلة صار so far. Okay. لأنه ما بتظهر لي. طيب أول جزئية قلنا حنتكلم عن knowing what to research, اللي هو نحن عايزين نصل لشنو, أول التارجت الأوبجكتيف التايب أوف ريسيرش اللي هنعمله. ممكن يكون البحث theoretical اللي هو based on theories and hypotheses. هنتكلم نظريا, هندرس الظاهرة المعينة أو المشكلة المعينة اللي هي هدف البحث من خلال النظريات القائمة, وحنعمل فرضيات ونشوف هذه الفرضيات دي ممكن تكون applicable ولا لا, لكن من غير empirical analysis أو من غير يعني experiment. نحن theoretically هنحاول to address أو إنه يعني نقدر نعرف التفاصيل بتاعت المشكلة. فهنا الجزء theoretical research مهم جداً, لأنه بيعمل foundation لبعدين للempirical research اللي هو العلاقة بيناتهم كcycle. يعني في بيكون في theoretical research اللي هو بيعمل لي foundation للبحوث, إنه شنو المشاكل الموجودة مثلاً في المجال. يعني إحنا بنتكلم مثلاً عن business research, شنو أنواع المشاكل ممكن تكون في البزنس, how to address them. فبنضع إطار نظري
للمجالات اللي ممكن يتم بحثها. بعدين كخطوة لاحقة بيجي الإمبيريكال ريسيرش اللي هو based on observation and experience. الحاجات اللي احنا في الأول عملنا لها إطار نظري أو درسناها أو عملنا لها يعني formulated hypothesis for them، حنجي نختبرها عملياً، أو اللي هو الاختبار العملي بيكون يا إما يعني في طرق كثيرة زي ما حنشوف للريسيرش، لكن بشكل عام إنه حناخد مثلاً سامبل وحنختبر فيها الهايبوثيسيز أو الثيوريز اللي إحنا كانت already formulated في theoretical research. فبناء على النتائج بتاعت سواء كانت experiment أو كانت observation بنصل لconclusion معين إنه هل مثلاً الظاهرة دي موجودة، هي موجودة بمدى معين، شنو الخصائص بتاعتها وهكذا. بعد ذاك النتيجة اللي بنصل لها من الإمبيريكال ريسيرش بتكون برضو فاونديشن للثيوريتيكال ريسيرش فيما بعد. فزي ما قلت هي العلاقة ممكن تكون في شكل سايكل، كل واحد بيعمل فيدينج للنوع الثاني من الريسيرش. طيب الريسيرش سواء كان ثيوريتيكال أو إمبيريكال ممكن يكون الهدف منه exploration, description أو explanation. فالexploration من المعنى بتاعه إنه to explore، إنك أنت تستكشف، بحث استكشافي. الهدف إنه نعرف new area أو new methods أو new problems. فهنا نحن ما بيكون عندنا hypothesis مبنية من الأول، نحن الهدف إنه نعرف نستكشف، نعرف إنه في شنو حاصل أو شنو هي الجوانب الممكن تدرس. فهنا بيكون مثلا عايزين نعمل exploration للتفضيلات مثلا بتاعت بيئات العمل، انه هل الناس بتفضل تشتغل من البيت او بتفضل تشتغل من المكتب او كده. فبيكون الهدف انه to explore حاجه لسه ما في hypothesis معينه formulated عليها. التايب الثاني هو الديسكريبشن. هنا في حاجه موجوده، في فينومينا معينه موجوده، نحن عايزين to describe الخصائص بتاعتها، to describe the current state of a phenomena. وبعد ذاك لما نعمل لها description هنا نحن بس بنكتفي بالديسكريبشن، انه بنوصفها، انه مثلاً عدد كبير أو عدد أكبر مقارنة بالماضي، عدد أكبر من الناس بيفضلوا إنه هم يشتغلوا من البيت for example. فبنوصف هنا الفينومينا، بنوصفها كيف؟ بنوصفها إحصائياً مثلاً، بنجيب إحصائيات إنه سواء عملنا surveys أو جبنا actual figures للناس اللي already مثلاً بيشتغلوا من البيت مقارنة بالناس اللي بيشتغلوا من المكاتب وهكذا. فهنا نحن بنوصف الظاهرة، بنوصف تفاصيلها أو خصائصها كلها، لكن ما بنوفر explanation، ما بنقول ليه، ما بنجاوب على السؤال ليه الحاجة دي حصلت، بس بنوصفها. الليفل الثالث هو explanation، إنه بعد ما نحن في المرحلة الأولى عملنا exploration، عرفنا الحاجات الموجودة، بعد ذاك وصفناها بشكل مثلاً رقمي أو بشكل وصفي، حنجي للمرحلة بتاعت الإكسبلينيشن اللي هو بنجاوب على الأسئلة الممكن تكون ظهرت في المرحلة بتاعت الديسكرايبينج، إنه نحن بنوصف في الظاهرة في أسئلة إنه ليه طيب حصل كده. فهنا الإكسبلينيشن الإكسبلينيتري ريسيرش هدفه إنه يجاوب على الأسئلة المتعلقة بالظاهرة المعنى. أوكي؟ طيب الجزئية بعديها حنتكلم عن knowing whom to research. هنا بنتكلم عن unit of analysis اللي هي البحث ده حيستهدف منه، حنتكلم عن الخصائص بتاعت منه. عندنا levels مختلفة، بتبدأ من الكبير للصغير. حنبدأ بالcountry اللي هو هنا نحن بنتكلم عن مثلاً social sciences، حنبدأ بالأكبر ليفل اللي هو الكونتري، إنه نحن حندرس الخصائص المختلفة للدول. فده أكتر حاجة بيكون موجود في البحوث الاقتصادية أكتر من البحوث بتاعت الإدارية. فالبحوث الاقتصادية بتركز على الدول أكتر، يعني مثلاً الجي تي بي
للبلد، مقارنتها في بدول تانية، مقارنتها مثلا في الفترات السابقة وهكذا. فاليونت اوف اناليسيس في معظم البحوث الاقتصادية بتكون عادة الكونتري، ممكن برضو تكون الاورجانيزيشنز اللي هي او الانستيتيوتس داخل كونتري معينة او اكروس عدد من الكونتريز. فهنا اليونت اوف اناليسيس بتكون الاورجانيزيشن نفسها، فبنتكلم عن الخصائص بتاعتها، مثلا حجم الاورجانيزيشن، مثلا النوع بتاعها، هل هي مثلا حكومية او public or private sector وهكذا. فالشكل الخصائص بيختلف باختلاف اليونت. بعد ذاك ممكن نمشي أصغر للجروبس، groups of individuals مثلا داخل المؤسسة المعينة، عايزين نعرف ندرس مثلا الفرق بين الfunctions، يعني الماركتينج مثلا، ناس الماركتينج، الماركتينج teams versus الفاينانشال teams، أو لو حناخد جروبس تانية مثلا بأعمار مختلفة، الناس مثلا حديثي التخرج مقارنة بالناس الشغالين لهم السينيور مثلا employees لهم 5-6 سنة شغالين. فهنا اليونت اوف اناليسيس بتكون الجروبس. أصغر وحدة بالنسبة لي في السوشيال ساينسز هي الانديفيجوال، ودي عادة بتكون أكثر حاجة في يعني في الماركتينج مثلا، ممكن ريسيرش اللي هو الكونسيومر، الكونسيومر ريسيرش، نعرف التفضيلات بتاعة الأشخاص. ممكن تكون، ممكن نختار إنه نعمل الريسيرش بالنسبة للإنديفيجوالز، نسأل الناس إنديفيجوالي تفضيلات بتاعتهم، أو كجروبس زي ما قلت مثلا متقسم الناس لمجموعات. إذا أنت مثلا شركة بتاعت اتصالات عايز تعمل باقات مثلا معينة بتاعت إنترنت، فهنا أنت ممكن تسأل، بدل ما تسأل إنديفيجوالز بتقسمهم لجروبس. فالاختيار بتاع اليونت اوف اناليسيس بيعتمد على الاندستري مثلا اللي انت بتبحث فيها، بيعتمد على نوع البحث نفسه زي ما قلنا في الاول، انه هل انت هدفك شنو، هل هو exploration ولا description ولا explanation. وبرضه بيختلف زي ما ذكرت قبل شويه، انه انت شغال في يعني الفيلد بتاعك، هل هو economics مثلا ولا business أو غيره. فهنا لازم من البداية يكون unit of analysis الاختيار بتاعه متوافق مع المشكلة. يعني إذا نحن عايزين مثلا ندرس زي المثال اللي قلته قبل شوية، إذا عايزين ندرس مثلا أسباب تفضيل الناس للعمل من المنازل مثلا أو remote working، هنا ما ممكن مثلا ناخذ organizations، لانه نحن هنا بنتكلم على individual level، الناس نفسهم تفضيلات حقتهم. ممكن برضو ناخذها على groups، انه والله الناس بجروبس معينه تفضيلاتهم بتكون معينه وهكذا. فهنا اختيار بتاع unit of analysis بيكون لازم يكون consistent مع research questions نفسها، شنو هي الاسئله اللي انت بتحاول تجاوب عليها، والخصائص انه بعدين مثلا لو هنتكلم عن الاورجنايزيشنز مثلا ممكن نتكلم عن البروفيتابيليتي. البروفيتابيليتي هي خاصيه متعلقه بالمنشات، ما ممكن تو بي ريفلكتد على مثلا الكونتري او على جروبز او على انديفيدجوالز. فده بيتحدد زي ما قلت بناء على التايب اوف ريسيرش والريسيرش كويستشنز، وبعد ذاك الفاريبلز برضو هيتم اختيارها. طيب الجزئية اللي بعديها is knowing how to research، والحتة دي شوية فيها تفاصيل أكتر. how to research زي ما قلت فيه عن literature review وعن operationalization والreliability and validity وغيره. فأول حاجة هنتكلم عن literature review. literature review هو باختصار ممكن نقول إنك أنت تشوف الدراسات السابقة وصلت لشنو، أو المعلومات الاوريدي معروفة للناس. فأنت دائماً ما بتبدأ من الصفر، بتبدأ من الحتة اللي وصلوا ليها الناس قبليك. فعشان تعرف الناس وصلوا وين، الناس اللي قبليك، فبتعمل literature review. literature review ده في منه عدد من الأنواع، ممكن يكون argumentative، بمعنى أنك أنت عايز to build an argument، يعني هتقول والله مثلاً المسلسلات الكرتون اللي بتحتوي على محتوى عنيف ممكن تأثر على سلوك الأطفال for example. فهنا أنت الهدف بتاعك إنك to build an argument،
عايز تقول هل أنت مع ولا ضد. فده دكتورة سارة السلام عليكم. السكرين شيرينج وقف تقريبا. أيوة دكتورة وقف. ثواني بس. أوكي. بعد ما سنت نتكلم عن كنا بنتكلم عن ال types of literature review، فقلنا إنه في نوع ممكن يكون argumentative review اللي هو هدفه إنه نحنا to build an argument، يعني في two sides مع ضد مثلا، أو في benefits أو في challenges، فعايزين نعرف لكل سايد شنو ال research وصل لشنو في الجزئية دي. فبنلقى دائما يعني في literature review البحوث السابقة مثلا ممكن في كم بحث يتعمل أيد النقطة المعينة دي، وفي بحوث تانية اتعملت ونتائجها كانت عكسها أو ضدها. فهنا نحن بنستند للأبحاث السابقة دي عشان نعرف التفاصيل بتاعتها وشنو ممكن يكون السبب في إنه النتائج كانت مختلفة. في أنواع تانية من literature review زي الانتجريتيف، هدفنا إنه نحن نجمع تفاصيل مع بعض، أو الهيستوريكال review بس هو سرد مثلاً للتفاصيل السابقة أو الدراسات السابقة كلها. في theoretical review إنه نحن نعرف theories القديمة أو theories المتعددة اللي كانت يعني addressed الإشو دي. في methodological review الميثودز أو الطرق المختلفة اللي تمت في بحث معين، والسيستماتيك ريفيو اللي هو بيكون زي سينثيسيس أو تجميع أو يعني زي رؤية شمولية، لأنه البحوث السابق كانت كيف، فنحن نعرف تفاصيلها كلها وبيتعمل لها تبويب بطريقة معينة. البروسيس بتاعت الليترتشر ريفيو المختصرة إنه نحن نبدأ باختيار موضوع معين، وبعد ذاك identify places to search، وين ممكن نحن نلقى معلومات، اللي هي نحن هنا بنتكلم عن secondary data اللي هي بيانات ثانوية already موجودة على literature review، دائما بيعتمد على secondary data. بعد ذاك we will search for sources، هنشوفها وين هي ممكن تكون موجودة، ونشوف المصادر دي ذاتها نقراها ونعمل لها analysis ونقد كريتيك، وفي النهاية بنكتب ريفيو. الريفيو النهائي اللي بنصليه على حسب التايب اوف ليترشر ريفيو. طيب بعدين في الاختيار بتاع نوع الداتا اللي هنشتغل بها، هل احنا هنشتغل بكواليتيف داتا او كوانتيتيف داتا. باختصار الكوانتيتيف داتا هي اللي احنا بنقدر نعبر عنها رقميا، والكواليتيف داتا ما بنقدر نعبر عنها رقميا. فالبحوث في السوشيال ساينسز بتاخد الاثنين، يعني مثلا الايكونومكس ممكن يكون فيه ستاتستكس بدرجه كبيره، الكواليتاتيف ممكن يكون في البيزنس كيسز اكثر اذا احنا عايزين ندرس ظاهره معينه لكن ما عندنا لها احصائيات، او عايزين ندرسها ان ديبث اكثر، فبالتالي محتاجين ناخد كيسز، عايزين ناخد تفاصيل ما ممكن نعبر عنها رقميا. وفي احيانا combined methods، يعني ممكن البحث نفسه يعتمد على qualitative and quantitative data في نفس البحث، اللي هو بيكون بهدف انه نحن نحصل على نظره اوسع، او البروسكريبتيف يكون يعني اوسع بحيث انه نحيط بجوانب مختلفه من المشكله. طيب هنتكلم تاني عن بعد ما نحن مثلا عملنا literature review، اخترنا من البداية نوع البحث، عملنا literature review، عرفنا الدراسات السابقة وصلت لشنو، بعد ذاك اخترنا نوع الداتا اللي عايزينها، عايزين نعمل conceptualization و operationalization. يعني شنو؟ لما
نتكلم عن ظاهرة معينة عايزين ندرسها. غالبا في السوشيال ساينسز ما بيكون في طريقة بتاع القياس واضحة، يعني أنا عايز أقيس مثلا التعلم learning. يعني شنو تعلم وكيف هقدر أقيسه؟ هي مثلا قوة الشخصية مثلا أو التيم هارموني، كل هذه بالنسبة لي concepts ما واضحة. أنا لو حقيسها بشنو؟ طريقة القياس هتكون كيف؟ فأول حاجة بنبدأ بالconceptualization، إنه أنا أشوف الconcept المعين أو المشكلة بتاعت البحث اللي أنا عايز أدرسها شنو هي الconcepts الأساسية فيها، وأحدد بالضبط يعني شنو الconcept ده بيعني. وطبعا الحاجة دي بتكون يا إما إنك أنت يعني الباحث يعمل his own أو her own conceptualization، يعرفه بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة، أو يعتمد على الconceptualization اللي وصلوا له والناس اللي قبليه بيعتمد. يعني بيقول أنا مثلا ماشي في الاتجاه بتاع فلان وفلان، قالوا إنه الايتم ده أو الconcept ده بيعني كده. ففي الحالتين المفروض إنك أنت توضح إنه شنو هي الميثود اللي أنت استخدمتها للconceptualization، أو بالضبط أنت how you conceptualize الconcept. بعد ذلك you specify the dimensions، يعني الconcept بيتكون من شنو، هل عنده components أقل منه. فهنا المثال مثلا لو عايزين نعمل conceptualization للتعلم، التعلم بيتكون من الفهم understanding والretention هو recall، إنك أنت فهمت الحاجة وقادر تتذكرها، والجزء الأخير هو الapplication. فأنا بالنسبة لي الثلاثة dimensions دي بتمثل لي التعلم. بعد ذلك كل واحد من الدايمنشنز بيكون عنده elements أو indicators. طيب الunderstanding ده ذاته هو كconcept، أنا كيف أقدر أقيسه؟ يعني أنا عايز أقول أنا والله فاهم. طيب أنت فاهم، الفهم ده هتقيسه كيف؟ لو أنا جبت مجموعة من الطلاب عايز أقيس مستوى فهمهم لمادة معينة هقيسه كيف؟ في المثال عندنا إنه مثلاً understanding بتقدر تقيسه بـ two indicators أو two elements، إنك to answer the questions correctly. يعني إذا أنا أديتهم امتحان وهم جاوبوا على الأسئلة بطريقة صحيحة، معناها هنا هم they understood المادة. و give appropriate examples. Then إذا طلبت منه مثلاً أديني مثال على الحاجة دي، فأداني مثال صحيح، فبالتالي بقدر أقول إنه هو فاهم الحاجة. فدي two elements أو two indicators أنا بقدر أقيس بهم ال understanding. قست ال understanding هو بالنسبة لي جزء أو dimension بعد من ال learning. بنفس الطريقة بمشي لل retention لل application، بشوف أنا كيف لكل واحد بقدر أحدد indicators اللي هي measurement tools تكون مناسبة. وهنا لما نمشي لل operationalization، إنه بعد ما أنا عملت conceptualization واضح لل concept، عايز أخليه يعني يشتغل to be operational، أقدر أقيسه. فهنا أنا بحدد إنه كيف الconcept ده will be measured، يعني هو زي ما قلنا بنحدد ال dimensions بتاعته، وبعد ذلك بنحدد ال indicators أو ال elements. فبكده أنا بنتقل من إنه أنا كنت بتكلم عن concept ممكن يكون غامض أو ما واضح أو التفاصيل بتاعته ما متفقين عليها الناس، لأنه أنا قادر أحدد بالضبط 1-2-3 أنا كيف قست الحاجة دي. والoperationalization ده يعني في معظم الأحيان بيكون مشكلة بتواجه الباحثين في السوشيال ساينسز زي ما قلت، لأنه معظم الـ variables اللي بتتقاس بتكون حاجة ما عندها طريقة قياس واضحة. يعني الطول بتقاس مثلا بالسنتيمتر أو بالإنشز أو غيره، فدي حاجة واضحة. أنا لو عايز أقيس مثلاً رضا المستهلك هقوم هقيسه كيف؟ يعني شنو رضا المستهلك؟ هعمل بنفس الطريقة بنفس المثال ده، هقسم الـ satisfaction لـ dimensions معينة، إنه مثلاً ممكن أقول والله إذا العميل راضي هيدي feedback مثلاً positive، هيعيد هيكرر عملية الشراء مثلاً، وأي dimensions تانية أنا شايف إنها relevant. بعد ذاك طيب هأمسك الدايمنشنز دي وهأشوف كيف هقدر أقيسها، هيتكلم بطريقة positive
هشوف مثلا السوشيال ميديا بوست او اذا نحن عملنا له سيرفيس كيف هيتكلم عنه عن المنتج وكده. فكده انا زي ما قلت بنتقل من انه انا ما قادر احدد الكونسبت ده هو شنو لانه اقدر اقيسه بطريقه ثواني بس فكده بتتم على العملية بتاعت الconceptualization وبعدها الoperationalization عشان نصل لmeasurement واضح للphenomena أو للvariables اللي هنستخدمها في دراسة الphenomena. طيب نجي للمرحلة اللي بعديها اللي هي بعد ما أنا قست الvariables أو قست الphenomena بطريقة معينة عايز أتأكد إنه هل القياس بتاعي ده كان كويس ولا لا. هنتكلم عن الريلايبيليتي والفاليديتي. طيب الريلايبيليتي معناها الكونسيستنسي وذ ريبيتيشن، بمعنى انه انا لو عدت التجربه دي ثاني هتديني نتائج كونسيستنت مع النتائج السابقه اذا اتكررت بنفس التفاصيل. طبعا اذا اتكررت في مثلا بيئه مختلفه في سامبل مختلفه انا بتوقع انه يكون في اختلاف، والاختلاف ده بعدين هو في حد ذاته بيكون ريزلت يعني بيز لبحوث ثانيه. فالريلايبيليتي باختصار بتعني الكونسيستنسي انه هو كان كونسيستنت with repetition. الفاليديتي is concerned with the accuracy of the measure. الaccuracy of the measure بمعنى انه هو قدر يقيس الحاجه الintended to be measured. يعني انا مثلا اذا عايز اقيس التعلم learning هو مختلف عن مثلا الانتليجنس الذكاء، فانا ما ممكن استخدم اي كيو تيست فور اكزامبل عشان اقيس بيه الليرنينج. كده انا القياس بتاعي ما valid لانه ما قاس الحاجه الانتندد تو بي measured. ف في الشكل عندنا هنا ده مثال توضيحي بس عشان يقرب الفهم، لانه كيف ممكن الميجر يكون ريلايبل وفاليد اللي هو الجانب اليمين تحت هنا بيكون reliable وvalid، بمعنى انه هو مع التكرار كل البوينتس كانت قريبة من بعض ادت نتائج مشابهة وقاس الحاجة intended to be measured. ممكن يكون reliable بمعنى انه مع التكرار ادى نفس النتيجة لكن ما كان valid، كان بعيد من قياس الحاجة المفروض تتقاس. ممكن يكون unreliable بمعنى انه مع التكرار ادى نتائج مختلفه تماما لكن كان valid بمعنى انه قاس يعني كان around الحاجه intended to be measured. واخر حاجه ممكن يكون ولا reliable ولا valid، يعني هو ولا بيقيس الحاجه اللي احنا عايزينها ولا مع التكرار بدي نتائج متقاربه. فمهم بالنسبه لنا انه نحن نعرف الميجرز هل هي كانت reliable ولا valid ولا في مشاكل في واحد من الاثنين. وفي عدد من الميثودز او الابروتشز اللي بيتقاس بيها الريلايبيليتي والفاليديتي، في ميجرز كثيره لكن انا بفتكر انه جزء كبير منها ممكن يكون تكنيكال ديتيلز فما حاتطرق لها بتفاصيل، لكن زي ما قلت لكم بشكل عام انه لازم تكون الميجرمنت ريلايبل وفاليد. طيب هنتكلم بعد ذاك عن knowing when to research اللي هو time frame اللي احنا عايزين نستخدمه في الفترة. في نوعين أساسيات، في أنواع تانية لكن النوعين الأساسيات من الدراسات in terms of time هي cross-sectional واللونجيتودنال. الفرق بيناتهم إنه cross-sectional أنا باخد أفراد أو مجموعات مختلفة اللي هي unit of analysis بالنسبة لي، سواء كانت group أو individual أو country أو whatever، فباخد units مختلفة وبعمل لها comparison في نفس الزمن.
يعني ممكن أخذ مثلاً طلاب من كليات مختلفة وأقيس الأداء الأكاديمي بتاعهم. فكده أنا بكون عملت cross sectional study، إنه في زمن واحد قست variable معين لناس مختلفين أو units مختلفة. Longitudinal studies بتاخد نفس الجروب وبتعمل له comparison للvariable، يعني مثلاً ممكن أجيب نفس الناس جروب مثلاً خريجين business وأقيس الأداء الأكاديمي بتاعهم من سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة وهكذا على أزمان مختلفة. فكل واحدة من الدراسات دي عندها use cases مختلفة وبتدي results ممكن نقول برضو يعني الهدف بتاعها مختلف. بشكل عام الـ cross-sectional studies هي ممكن تكون descriptive بمعنى إنها عايز أصل منها لوصف للـ current state، إنه الناس دي والله ممكن أقول أداء الناس اللي تخرجوا في الأعوام من 2020 لحد هسي كان أقل أو أكتر من الناس اللي تخرجوا في الفترة اللي قبليها مثلاً بثلاث سنين أو whatever. فأنا هنا بقيس في يعني زي بأخذ زي snapshot أو screenshot للوضع الحالي، ده الحاصل حالياً. Longitudinal studies بتميل أكتر على explanation. ليه؟ لأنه أنا بأخذ variable وبقيسه على أزمان مختلفة، فبالتالي بقدر أعرف إنه لو في تغيير التغيير ده أو يعني بحاول أعرف إنه لو في تغيير التغيير ده أسبابه شنو، لأنه هم دين نفس الجروب وبقيس لهم نفس الـ variable. بعد ذاك لو في تغيير بحاول أشوف هل التغيير ده ناتج من مثلا عوامل داخلية، عوامل خارجية، هل مثلا في الطريقه بتاعت القياس مثلا كانت واضحه غير واضحه. فبتكون اللونجيتودينال ستدي بتميل على انها تكون اكسبلوناتوري اكتر ان نيتشر. فزي ما قلت في البدايه انه الباحث قبل ما يبدا البحث بيحدد انه هو الهدف بتاعه شنو من البحث، وبالتالي بيقدر يحدد التايم فريم او النو وين تو ريسيرش. طيب دي كده تقريبا الجزئيه الاولى أو المحور الأول، اتكلمنا عن الريسيرش ميثودولوجي. ممكن نشوف لو في أسئلة. لا ما في أسئلة يا دكتورة، ما في أسئلة لحد الآن. ممكن تواصلي. أوكي طيب هنشوف business research types أو يعني الكلام اللي اتكلمنا عنه هو بالنسبة للريسيرش ميثودولوجي ان جنرال، سواء كانت أكاديمية. ماما نزل تحت. طيب هنا هنعمل فوكس أكثر على الريسيرش في البيزنس. لا لا طيب البيزنس ريسيرش بشكل عام هو الهدف منه إننا نأخذ more informed decisions regarding the company's activities. فهي ممكن نعرفها بأنها the process through which a business improves its profits and organizational performance by gathering and analyzing relevant data. هنا باختصار البزنس بيكون عايز يحسن البروفيتس او البرفورمانس، وبالتالي بيقوم بابحاث معينه. هنشوف عدد منها بعد شويه. هنشوف انه شنو الانواع من الريسيرش اللي ممكن تتعمل عشان نصل للنتيجه دي. وزي ما قلت الهدف انك انت to improve the decision making process. مثلا عايز تطلع منتج جديد، ما بتقدر تعمل الحاجة دي من غير analysis او من غير research، او هو الافضل انك ما تعملها من غير analysis او research، لانك ممكن تعملها بعدين في خسائر او يعني تحت المشاكل performance تحت فيه مشاكل او المهم. فمن غير proper research أو من غير proper analysis ما بتكون decisions أفضل. هي ممكن في النهاية أنت من غير research تأخذ decisions بناء على الخبرة، لكن ما بتكون as effective
أو beneficial as when having reliable information. طيب عندنا عدد من الـ business research types. حيتكلم عن كل واحد منهم، لكن الحاجة اللي عايزة يعني أقولها أو أنبه ليها قبل ما أبدأ أتكلم عنهم إنه هم كلهم مرتبطين ببعض one way or another. يعني زي ما حنشوف مثلاً الماركت أناليسيس جزء منه إنك تعمل competitor analysis، البرودكت أناليسيس داخل في البراند أناليسيس، الديماند أناليسيس مرتبط ببرودكت أناليسيس وهكذا. فما في clear cut limits إنه والله الماركت أناليسيس بيجيف هنا بعديه وبيبدأ مثلاً الديماند أناليسيس. كل واحد ممكن يكون جزء من الثاني، أو ممكن يكون مثلاً في ريبورت يكون فيه أكثر من نوع من الأناليسيس، وممكن يكون جزئياً. يعني أنت عايز تتكلم عن جزئية معينة، فأنت زي ما حنشوف مثلاً في الديماند أناليسيس أند فوركاستينج بنلقى إنه أنت ممكن تمسك جزئية صغيرة وتركز عليها لمنتج معين مثلاً تعملها فوركاستينج، لكن ما تتطرق للتفاصيل الثانية. فزي ما قلت ما في clear cut limits، لأنه ده بيبدأ هنا وده بينتهي هنا. وزي ما حنشوف بعد شوية في الأمثلة حنلقى إنه في تداخل كبير بيناتهم، وفي زي ما قلت في جزئيات بتدخل في جزئيات تانية بشكل كبير. طيب أول حاجة حنبدأ بالماركت أناليسيس. الطريقة اللي حامشي بيها إنه أنا حاتكلم عن كل نوع من الأناليسيس، حاتكلم عن البيربس والبنفيتس، وبعد ذاك لو في تفاصيل إضافية حأوضحها على أساس إنه يكون في شوية consistency في طريقة الشرح، ويكون أوضح إن شاء الله بالنسبة للناس. طيب بالنسبة للماركت أناليسيس، الهدف الأساسي purpose هو to identify the attractiveness and dynamics of a special market within a special industry. أنا عايز أدخل سوق جديد، فعشان أدخل السوق ده لازم أعمل market analysis عشان أعرف هل في يعني opportunity في المجال ده، ولا مثلا السوق ممكن يكون متشبع واصل مرحلة بتاعت الساتوريشن، فبالتالي أنا لو دخلت في السوق ده ما هعمل profits. المهم بشكل عام أنا عايز أعمل market analysis عشان أعرف هل الماركت ده هو attractive، هل هو appealing، هل فيه فرص كويسة ولا لا. Naturally بعد ذاك البنفيتس الممكن أعرفها إنه أنا to spot the trends and opportunities. لما نعمل market analysis بقدر أحدد مثلا إنه الجزئية الفلانية في السوق ما عندها مثلا service providers كافين، فبالتالي في يعني فرصة كويسة إنه أنا لو اشتغلت في المجال ده أقدر أعمل profits مناسبة. يعني مثلا ممكن نقول المجال بتاع أو الماركت بتاع الأكلات الجاهزة اللي هي ما المطاعم، لا الأكل اللي بيتعمل ل مثلا الموظفين، لربات المنازل اللي هم مثلا عندهم ظروف معينة ما قادرين إنه تكوك أو كده. فده سوق ممكن يكون traditionally الناس بتعمله fulfilling بطرق مختلفة، ما في market، ما في مثلا companies بطريقة formal بتقدم service زي دي في السودان for example يعني. أو مثلا ال healthy food، إذا أنت مثلا on a diet أو عندك restrictions معينة في الأكل، فقصة إنك أنت تطلب من أي مثلا مطعم أو كده بتكون صعبة، لأنك ما دائما بيكون fulfilling للneeds بتاعتك. فبتظهر مثلا شركات، أو لما نقول شركات businesses يعني ممكن تكون small businesses أو startups أو غيره، بتقدم service زي دي اللي هي مثلا تعمل، ممكن تعمل لك healthy meals أو meals بمواصفات معينة وهكذا. فهنا ده market معين أنا عايز أدرسه أشوف تفاصيله كيف. الفائدة الثانية اللي بتحصل عليها من market analysis إنه أقدر أعمل differentiation. أنا بقدر أعرف شنو الحاجة الموجودة وأغير أميز المنتج أو الخدمة بتاعتي بأنه أنا أقدم حاجة ميسين، وحنلقى أنه نفس الفائدة دي أو نفس الجزئية دي بقدر أتحصل عليها لما نتكلم عن الكمبيتيتر أو الكمبيتيشن أناليسيس، اللي هو أصلاً جزء من الماركت أناليسيس.
الحاجة الثالثة البنفيت الثالثة is to reduce the risk and cost of launching a new business. أنا عايز أبدأ بزنس جديد فما قادر أحدد يعني لو ما عملت proper market analysis ما حقدر أحدد شنو أنواع الريسكس أو الكوست الأسوسييتد بالبزنس الجديد وبالتالي حكون at risk. الماركت analysis ممكن يقلل لي الريسكس دي بأنه أقدر أعرف المشاكل مثلا اللي ممكن تواجهني أو شنو الconsiderations مثلا إذا في legal considerations في regulations معينة بتفرض علي مثلا تفاصيل معينة فدي بتكون بتقلل لي المخاطر والتكاليف المرتبطة بأنه أنا أبدأ بزنس جديد. والحاجة الأخيرة بتساعدني أنه أنا to tailor the products and services to target customers needs بمعنى أنه أقدر يعني أعمل لها customization الاحتياجات بتاعت العملاء زي ما ذكرت قبل شوية في المثال بتاع الهيلثي فود مثلا ممكن يكون في سيرفيس بتاعت انه انت تعمل كيتو مثلا ناس الماشي بالكيتو دايت يكون في كيتو دايت ميلز وبالتالي كده انا قدرت اعمل كاستمايزيشن او تيلرينج للبرودكتس بتاعتي على حسب الكاستمر نيدز في الماركت اللي انا ناوي ادخل اشتغل فيه او انا ممكن اكون اوريدي شغال فيه فالحاله دي ممكن تتعمل بيريودكلي يعني ما بس في بدايه الدخول الشركة للسوق ممكن حتى لو عايزين نعمل خدمة جديدة أو منتج جديد برضو بنحتاج نعمل ماركت أناليسيس حتى لو المنشأة كانت already established. طيب الماركت أناليسيس هو بيوضح لي بالضبط إنه شنو التوتال أفيلابل ماركت اللي هو كل globally كل الـ revenue opportunity available for a product or service يعني globally في العالم كله السوق ده appealing لأيته درجة أو ممكن يكون جاذب لأيته درجة فيه فرص بتاعت ربحية قدر شوية بعد ذلك أنا بشوف a serviceable available market إنه أنا أكيد طبعا ما حقدر أشتغل globally إلا إذا كنت شركة كبيرة جدا مثلا زي كوكاكولا اعتقد او المهم الشركات الكبيره they can service globally لكن في معظم الاحيان بيكون انه من الـ من التوتال افيلبل ماركت برضو انا ما حقدر اخذ كل الشير فانا بشوف بعمل سكيلينج داون لانه التوتال افيلبل ماركت ده السيرفيسبل افيلبل ماركت اللي هو كم من التوتال ادفانتج ماركت الاساسي أو الavailable market أنا فعلياً ممكن أخش فيه أو إنه أقدم له الخدمات بتاعته. بعد ذاك من serviceable available market ده أنا بقدر أعرف target market. أنا ممكن أكون أيوة في مثلاً serviceable available market كبير لكن أنا ما بقدر أو ما عايز إنه أنا أقدم خدماتي لكل الماركت ده. فأنا بحتاج أعمل targeting لماركت معين اللي هو منو من الكاستمرز أنا حقدم لهم خدماتي من التارجت ماركت ده في النهاية أنا فعليا بتحصل على ماركت شير معين اللي هو منو من التارجت ماركت اللي أنا كنت مستهدفهم فعليا بيجوا my customers هو أنا تحصلت عليهم في النهاية فده الماركت أناليسيس بعمل لي يعني بوضح لي أنه أنا من التوتال أفيلبل ماركت ده في النهاية حتحصل على ماركت شير قدر شنو بناء على البيانات اللي متحصل عليها. طيب شنو الفرق بين الماركت اناليسيس والفيزيبيليتي ستدي يعني اللي هي دراسه الجدوى او دراسه السوق هما الاثنين ريليتد ببعض يعني ما بنقدر يعني ممكن يكون الفيزيبيليتي ستدي جزء من الماركت اناليسيس لكن بشكل عام الماركت اناليسيس بيشوف الانترسكشن بتوين ذا ديماند اند سبلاي يعني الحاجه دي عندها طلب قدر شنو وأنا أو حالياً متوفر لها عرض قدر شنو فبالتالي كم من الطلب ده is already being satisfied بي السطلاي الموجود وبالتالي أنا بقدر أتحصل زي ما قلنا على market share قدر شنو فده الماركت analysis المين target حقه كده إنه يوضح لي الفرصة الآن ممكن أدخل وبالتالي زي ما قلت أتحصل على market share فيه الفيزيبيليتي study هي اللي هي دراسة جدوى هدفها إنه هل المنتج المعين اللي أنا هجيبه ده حيكون justified financially أو socially حيحقق أهدافه في الماركت ولا لا يعني ممكن نلقى إنه الماركت أناليسيس وضح إنه في سوق كويس للهيلثي فود
لكن البرودكت بتفاصيله اللي انا عامله ممكن ما يكون يحقق التارجت او الجولز اللي انا عامله في الماركت. تمام؟ فهذه الفكره، هما الاثنين ريليتد ببعض، وممكن يكون يعني الماركت اناليسيس بعد الفيزبيليتي ستدي عشان تعمله محتاج لانك في البدايه تعمل ماركت اناليسيس. طيب كيف بنعمل الماركت اناليسيس؟ بدايه بنعمل اندستري ريسيرش، بنشوف الكومبيتيتيف لاندسكيب، بعدك وي ايدنتيفاي ذا جاب وديفاين تارجت ماركت. اول حاجه في الاندستري، في الاندستري ريسيرش نشوف هاو ماني بزنسز اوريدي شغاله والماركت سايز قد شنو البوتنشال ريفينيو. بعد ذاك في حنشوف الاندستري ستاندردز اللوز ريجوليشنز اللي هي بتحدد لي الانتري باريرز، يعني انا لو عايز اشتغل مثلا في السودان في مجال النفط او في مجال البترول ما بقدر بسهوله زي لو عايز اخش مثلا في مجال الفود اندستريز، فبيكون في انتري باريرز معينه، بيكون في قوانين وريجوليشنز وكده. فدي في البداية أنا بحددها عشان أعرف الشكل العام بتاع السوق عامل كيف. بعدين حامشي للخطوة الثانية اللي هي الكومبيتيتيف لاندسكيب اللي هو الكومبيتيتورز، ممكن الجزئية دي تكون equivalent أو close to الكومبيتيشن analysis اللي هنشوفه بعد شوية. فهنا أنا بعرف التوب براندز الموجودة اللي هم المنافسين بتاعين الموجودين already في السوق، شنو البرايسز بتاعتهم، الاوفرينجز حقتهم، الفاليو بروبوزيشن بتاعهم ان جنرال، وبعد ذاك السيل تاكتكس والبلاتفورمز، بيبيعوا وين، بيبيعوا كيف، التكنولوجيز بيستخدموها، والكاستمر ريفيوز عنهم. يعني بعمل كومبيتيشن اناليسيس كامل كجزء من الماركت اناليسيس. بعد ما اعمل الحاجه دي I then will reach the identification of the gap، انه شنو الحاجه المطلوبه زي ما قلنا الديماند اند سبلاي، شنو الحاجة الموجودة وشنو الحاجة الناقصة، شنو الحاجة اللي بيعملوها الكومبيتيتورز وشنو الحاجة اللي ما بيعملوها الميسينج. فهنا إذا في changes معينة سواء technological أو social أو economic أدت لأنه في needs أو في wants أو desires ما تمت تلبيتها من قبل السوق، أنا هنا بقدر أدخل ككومبيتيتور، واللي هي زي ما قلنا بقدر اتوصل لها من الشورتجز بتاعت الكومبيتيتورز، شنو الحاجه اللي هم they're not doing right او ما willing to do يعني. وممكن يعني يكون في دايركت ماركت كاستمر سيرفيز، نسال الكاستمرز انه شنو الحاجه اللي انتم حابين تكون موجوده وما لاقينها حاليا من الكومبيتيتورز الموجودين او كده. بعد ما اعرف الجاب هقدر احدد التارجت ماركت، التارجت ماركت اللي انا هشتغل فيه اللي هو الماركت نيش. الماركت عموما هقسمه لسيجمنت، بعدك من السيجمنت بناء على خصائص معينه، يعني مثلا هل احنا هشتغل هختار ميلز ولا فيميلز ولا كلهم، هل هختار فئه عمريه معينه، هل هختار مثلا ناس بخصائص معينه in terms of مثلا مستوى الدخل، مستوى التعليم وهكذا. فانا بختار الماركت نيش وبعمل كاستمر بيرسونا اللي هو البيرسوناليتي او الشخصيه بتاعت الكاستمر اللي في بالي اللي انا بقدم له الخدمه او السيرفيس شكلها عامل كيف، وبناء عليه بقدر احدد الفاليو بروبوزيشن حقي، عرض القيمه والبنفيتس بتاعت المنتج حقي او السيرفيس والفيتشرز المرتبطه بها. بكده بكون خلصت الماركت اناليسيس ووصلت ل conclusion، لأنه أنا كيف بقدر أدخل الماركت وشنو الـ مثلاً الـ gaps اللي بقدر أنا أعمل لها filling بالـ service أو الـ product بتاعي. طيب النوع الثاني من الـ analysis اللي هو الـ competitor أو الـ competitive analysis، و already طرقنا لجزء منه في الـ market research اللي هو هدفه أنه أعرف الـ main competitors حقيني بيعملوا شنو او تفاصيلهم شنو، السترينث اند ويكنسز حقتهم واليونيك فاليو بروبوزيشن حقهم، عرض القيمه بتاعهم، هم بيقدموا شنو كمنتج كخدمه كفيتشرز كبنفيت وهكذا، كل التفاصيل المتعلقه بهم.
على أساس في النهاية أصل لبنشماركينج معين، هو طريقة للمقارنة أو للقياس لأدائي أنا كيف. فما بقدر أنا أقيس أدائي بمعزل عن الشركات الثانية الموجودة في الماركت. فهنا ده الفريم أو البربس بتاع الكمبيتيتور أو الكمبيتيشن أناليسيس، إنه أنا أحدد منو المين كمبيتيتورز وشنو الحاجات اللي بيعملوها وكيف، واللي هي بناء عليها أنا بقدر أحدد هل أنا حعمل زيهم ولا حعمل عكسهم، هل في حاجة مختلفة أنا ممكن أقدمها عشان أجذب فئة جديدة وهكذا. فبديني benchmarking أو guidelines لأنه كيف ممكن أطور خدماتي أو أحسن أدائي. طيب ده مثال competitive analysis framework، إنه لو فعليا يعني عمليا عايز أنفذ الحاجة دي هعملها كيف. هحدد مثلا 3 main competitors، لكل competitor هشوف company specific information اللي هو تفاصيل متعلقة بال company، مثلا number of employees، founded 200، الفندنج حقها من وين، investors، number of customers، والمين strength and weaknesses للشركة. بعد ذلك بجي للتارجت كاستمر أو المسج بتاعتهم، هنا دي التفاصيل بتاعت الخدمة أو المنتج اللي هم بيقدموا، البرودكت شنو، البرايمري باير أو ديسيجن ميكر منو، السكندري والتارجت كاستمر والمسجنج. مهم التفاصيل المتعلقة بالتارجت كاستمر أو المسج الأساسي. طيب ثواني بس. فده فريمورك عام لأنه كيف أنا بقدر to conduct a competitive analysis، وبناء على البيانات اللي بطلع منها بقدر أحدد مثلا الجاب أو البنشماركينج لي يعني كمباني في الاندستري، وبالتالي بقدر أحسن أدائي أو أغير السيرفيس بتاعتي accordingly. ده مثال لشركة بتاعت ورود بتقدم خدمة بتاعت باقات بتاعت ورود. فالتارجت جروب الأساسي بتاعهم هم المين والوومن من 25 سنة with an average salary. فدي ده مثال للكاستمر بيرسون، إنه منو أنت التارجت أودينس حقك أو التارجت كاستمر. فالصورة واضحة. أيوة واضحة يا دكتورة. تمام. طيب عندنا في الشمال في الـ strength and weaknesses و الـ competitors، وبعد ذاك الـ most important findings لكل competitor اللي هم ثلاثة competitors بأسمائه from youflowers.com و Lidl أو Valentino Flower Shop. فديل الـ names of the three main competitors بالنسبة لي أنا كفلورز فلورز. فبشوف الـ strength حقتهم. For example يعني هاخد مثال واحد بس للتوضيح. From youflowers.com الميزة الأساسية بتاعته إنه بتقدر تشتري أونلاين، لأنه عندهم أونلاين ordering، وبيعملوك delivery within 24 ساعة، فدي حاجة كويسة. وفي package deals يعني في discounts على حاجات معينة لما نطلع. دي الـ strength حقتهم. الـ weaknesses حقتهم إنه ما بتقدر تشوف البوكيه لحد ما تعمل order أو لحد ما يصلك، لأنه هو online، فأنت هتشوف صورة لكن ما هتشوف الـ actual product. بعد ذاك الـ ordering is less personal، يعني بشكل عام أنت لما تكون عايز تهدي ورد لزول بيكون شوية في حاجة يعني personal، في اللمسة
الشخصيه بتاعت الزول. فالحاجه دي بتكون موجوده لانه انت طلبت حاجه اونلاين بشكل معين، يعني ما في كاستمايزيشن واضح. واخر حاجه انه كاستمرز ما بيقدروا يعملوا بوكيز معينه يعني كاستمايزد، فبالتالي بتؤدي لانه الاوردرينج ليس بيرسونال، يعني بيكون في مثلا باكجز معينه انت تختار اي بي سي من الحاجات المعروضه. فدي قدرنا كده نحن نقدر نحلل انه الكومبيتيتور ده شنو السترينث وشنو الويكنسز بناء عليه. لو نحن ككومبيتيشن عايزين ننافس او عايزين نستفيد من التجربه بتاعتهم نحلل الجاب، هنعمل شنو؟ هنشوف شنو الشورتجز اللي هم بيعملوها، مثلا انه ما بتقدر تشوف الحاجات او انه ما في كاستمايزيشن. فاذا انت اوريدي عندك الخدمه مشابهه انك انت بتقدم بوكيز اونلاين، فهتحاول انك تعالج المشكله دي بانك تاخد اوبشن بتاع انك تختار مثلا التشكيله المعينه او انه تقدر تطلب توليفه يعني. فكده هتقدر تتغلب على المنافس بانه عندك نفس الفيتشرز اللي عنده بلس الحاجه اللي كان ممكن تكون عائق او مشكله للكاستمرز اذا هم طلبوا من المنافس. فكده ما حنقدر نصل للكونكلوجن ده ما لم نحن نكون اساسا عملنا اناليسيس للكومبيتيشن وعرفنا التفاصيل بتاعتهم كلها. طبعا في اي نوع من الاناليسيس حنتكلم عنه هسي او في السيشن بتاعت بكره عموما، دائما المشكله الاساسيه اللي بتكون بتواجه الريسيرش او الاناليسيس هو الافيلابيليتي اوف ذا داتا. فانا ممكن المعلومات دي ما اكون كلها افيلابل، فده بيعتمد على انه الطريقه بتاعت البحث الانفورميشن شيرنج الموجود وغيره. هنتكلم عن الحاجات دي بتفصيل اكتر ان شاء الله في السيشن بتاعت بكره. طيب فده مثال للكومبيتيتور او الكومبيتيشن اناليسيس. النوع البعديه من الاناليسيس من البيزنس اناليسيس هو الديماند اناليسيس، بيجي معاه طوال الفوركاستنج. طيب ليه نحن بنعمل ديماند اناليسيس؟ عشان نفهم الطلب نفسه الديماند وكيف الكومبيتيشن والسيزنز السيزوناليتي مثلا الظروف المختلفه والريليفنت ايفنتس، ممكن تكون اي حاجه، تغييرات في البيئه، تغييرات في البيئه طبعا بتشمل تكنولوجيكال سوشيال ايكونوميك وات ايفر. فكيف التغييرات الموجوده دي بتاثر على المبيعات لمنتج معين، وبناء عليه نحاول نعمل استيميشن للفيوتشر سيلز. طبعا الديماند اناليسيس او الديماند فوركاستنج اهميته كبيره جدا in terms of cost بالنسبه للشركه، لانه المس ماتش بين الديماند والسبلاي بيكلف الشركات كثير. يعني اذا انا كان انتاجي او السبلاي بتاعي اقل من الديماند هاخسر، هيكون عندي لوس سيلز لانه هيكون في طلب لكن انا ما عندي عرض يغطي. وإذا كان العكس برضو حأخسر لأنه حيكون عندي منتجات موجودة لكن ما في عليها طلب. فالaccurate estimation of the sales بيوفر على الشركات خسائر كبيرة جدا وبالتالي بيزيد الربحية بتاعتها. طيب البنفيتس، أول حاجة هنتكلم عن validation of the ideas. يعني شنو؟ يعني أنا مثلاً في product معين هو حنشوف بعد شوية برضو product analysis، في product معين أو في service معينة عايزين يعني to launch it في السوق، لكن ما هنقدر نعمل حاجة دي ما لم نحدد الديماند ليها سواء كانت جديدة أو ما جديدة. طبعاً إذا كانت جديدة ما حيكون عندنا data كثيرة، إذا كانت جديدة خالص يعني innovative أول مرة تظهر، فهنا حيكون الاستيميشن للديماند شويه صعب لانه ما يعني المنتج جديد جدا. ممكن يكون هو المنتج ما جديد لكن موديفايد، فهنا انا بقدر تو استيميت او تو فاليديت الايديا بناء على الاستيميشن بتاع السيلز من هيستوريكال داتا. يعني انا المنتجات المشابهه كانت مبيعاتها عاملة كيف، فبالتالي المنتج ده إذا غيرنا فيه فيتشرز معينة عشان تحل مشكلة أو عشان تزيد مثلا تحسن أداء أو غيره، فبنتوقع إنه السيلز مثلا تمشي في اتجاه معين.
الديماند اناليسيس بيساعدنا برضو في الفاينانشال بلانينج وفي السورسينج بلانينج. السورسينج اللي هو ريليتد ل البرودكت والسيرفيسز ذا سيم، انه انا لو عندي سيرفيس معينه او برودكت معين بيكون عندي سبلاينج، فبحتاج مثلا لماتيريالز، بحتاج ل مثلا وركرز، بحتاج لكده. ف لازم زي ما قلت القصه بتاعت المس ماتش بين السبلاي والديماند، لازم اعرف انا هحتاج قد شنو على اساس انه اقدر احدد انا هحتاج مثلا الموظفين قد شنو في الفتره الجايه. اذا عندي مثلا جروسري ستور هاخد موظفين قد شنو على اساس انه يقدروا تفولفيل ذا سيرفيس ليفل، او اذا في برودكشن معين انا هاشتغل بياتو كاباسيتي عشان انتج في الفتره، اقدر احدد البرودكشن يكون قد شنو. واخر حاجه انه to improve the efficiency and the responsiveness. الافيشنسي related بالكوست، والresponsiveness related بالservice level، انه الحاجه دي هم طبعا تريد اوفز. فانا بحاول انه ازيد الافيشنسي بانه اقلل الكوست، لكن عشان ازيد الresponsiveness لازم ازيد الكوست. فالديماند فوركاستنج بيساعدني انه انا اوزن الاثنين، بحيث انه الزياده بتاعت الريسبونسيفنس انه مثلا نقلل الزمن اللي بيصل فيه المنتج للسوق، وبالتالي نزيد الريسبونسيفنس بيزيد الكوست وبالتالي بيقلل الافيشنسي. فلما يكون عندي اكيوريت ديماند فوركاستنج، الحاجه دي بقدر اوزنها بطريقه افضل، بحيث انه انا ازيد الاثنين الافيشنسي والريسبونسيفنس، ما يكون في يعني التريد اوف ما يكون واضح شديد، او ما يكون يعني مؤثر شديد على الـ الـ على الاداء بتاع المشروع. طيب كيف بنعمل الديماند اناليسيس او الفوركاستنج؟ اول حاجه بنحدد منتج معين او سيرفيس معين. بعد ما نحددها بنحدد السعر بتاعها وأسعار المنتجات البديلة وأسعار المنتجات المكملة أو المتعلقة بها، على أساس إنه نأخذ تصور كامل للـ pricing للمنتج والمنتجات على حوالينا. بعد ذاك بنحدد الـ customer data اللي هم منو الـ target audience حقنا أو الـ target customers، الخصائص المتعلقة بهم، الـ income، الـ preferences مثلا expectations، الـ volume اللي هو كمية الشراء الحالية وغيره. بحتاج للبيانات دي عشان أقدر أحدد الماركت جروث بوتنشال، إنه إذا مثلا في التارجت ماركت حقي في زيادة expected للإنكم بتاعه، فأنا أتوقع إنه مثلا الديماند لمنتجات معينة يزيد، والعكس إذا في تغيير في البريفرنسز في المجتمع مثلا، في حاجات معينة تغيرت فبالتالي في حاجات بقت محبذة أكتر، هنا برضو بتوقع إنه الديماند لمنتجات معينة يزيد. فهنا أنا بقدر أحدد الماركت growth potential، إنه هل السوق ده أو الطلب على المنتج ده ممكن يزيد بطريقة كويسة to justify الانفستمنت فيه ولا لا. فهنا دي بتتم عن طريق تحديد البرودكت لايف سايكل والماركت شير حقي أنا وحق المنافسين برضو. فالبرودكت لايف سايكل هي باختصار انه كل منتج بيبدا بمر بلايف سايكل، يعني زي الكائنات الحيه، هو من اللحظه بتاعه الانترودكشن، بعد ذاك بيكون في جروث مبيعاته مثلا بتزيد، بعد ذاك بيصل مرحله بتاعه الماتوريتي انه المبيعات لحد ما بتكون ثابته، واخيرا بيصل مرحله الديكلاين لحد ما يصل مرحله الخروج من السوق، انه خلاص المنتج ده is no longer used أو إن هو obsolete. فما كل المنتجات بتمر بنفس اللايف سايكل، يعني في حاجات مثلاً بتصل الماتوريتي وبعد ذاك ما بتتغير، أو ما بتصل مرحلة declining، بيحصل لها fluctuation بس، زي المواد الغذائية، يعني السكر مثلاً ما expected، هو ما بقدر نقول ما ممكن، لكن ما expected إنه any time soon يختفي من السوق، إنه الناس خلاص تبقى ما بتستخدم سكر، لكن ممكن شكل المنتج يختلف، يعني بدل ما يكون مثلاً بالشوالات أو بباكيجز بتاعت الكيلو أو كده، ممكن يكون على حسب التغييرات في الـ في الـ في السوسايتي
إنه يبقى بعبوات صغيرة اللي هي اللي بتكون على قدر الملعقة for example. ففي منتجات تانية بتمر باللايف سايكل بسرعة اللي هي من بداية الانترودكشن لحد إنها تصل مرحلة الديكلاين وفي النهاية تطلع من السوق، فبتمر بالسايكل دي بسرعة على حسب طبيعتها. يعني مثلا المنتجات التكنولوجيكال في برودكت معينة ظهرت وناس استخدمتها حصل لها growth، وممكن تكون وصلت ممكن حتى ما تكون وصلت الماتوريتي، زي مثلا ال MP3 players كانت فترة انه من بداية الانترودكشن حقها لحد انها طلعت من السوق ما اعتقد اخذت اكثر من several years، يعني ممكن اقل في حتات تانية لانه التغيير في التكنولوجيكال انفايرمنت ادى لانه يتم الاستغناء عنه. يعني ما في زول حيشيل تلفون ومبي 3 بلاير يعني منفصلين سيبريتلي، لانه بيقول الاثنين كان بي فانكشنينج في جهاز واحد اللي هو السمارت فون. طيب بعد ذاك، بعد ما ندرس نعمل ديماند اناليسيس، نعرف كل التفاصيل المتعلقه بالديماند لبرودكت او سيرفيس معينه، بنقدر نعمل ديماند فوركاستنج اللي هو بناخد كل الهيستوريكال ديتا ونشوف الريجريشن اناليسيس اللي هو العلاقه بين الديماند والفاكتورز الثانيه اللي هي مينلي البرايس، وبعد ذاك الحاجات الثانيه اللي ممكن تكون مؤثره عليها. بعد ذاك في الريجريشن اناليسيس نفسه هيكون في السيزوناليتي والانفيرمنتال تشينجز، شنو الحاجات اللي ممكن تغير الطبيعه بتاعت الطلب. طيب ده مثال لي، ده جراف بيوضح الفوركاست للكار اكسسوارز. خلاص لو شايفين تحت من 2001 لحد 2012 دي الاكشوال ديتا اللي هي دي الهيستوريكال ديتا اللي هي بناء عليها انا قدرت احدد شكل الديماند. تمام، فهنا بنلقى انه مثلا من 2001 لحد 2003 كان في انخفاض، يعني الكيرف نازل خلاص او اللاين نازل. بعد ذاك من 2003 في زياده، من 2003 بدا الديماند يزيد لحد ما وصل مثلا 2004، بعد ذاك ثاني بدا ينخفض لحد ما وصل اقل ليفل ليو في 2006، ثاني بدا يزيد في 2007، 2009 انخفض شديد probably الريسيشن كان حصل، ف 2009 كان انخفاض واضح. بعد ذاك بدأ gradually في 2010 يزيد 2011 لحد ما وصلنا هنا في 2012، دي الأكشوال ديتا اللي أنا عندي. بناء عليها بعمل فوركاست لخمس سنين لقدام اللي هي طبعا الجراف ده قديم، فالوقت ذاك في 2012 أنا عايز أعرف لقدام خمس سنين لقدام ممكن يكون الديماند كيف. فعن طريق الريجريشن أناليسيس بقدر اصل لفوركاست، نحن زي ما قلنا هي في النهايه فوركاست ب كونفيدنس انترفلز معينه، يعني بمقدار بمستوى بتاع ثقه مختلف. ف بنسبه البيربل اللي هو 50% الاغمق واحد 50% كونفيدنس، كل ما زاد مستوى الكونفيدنس بيكون يعني الرينج أقل، أقصد أوسع أكبر. فهنا we are not very sure، بعد ذاك we are getting gradually more sure about the result. وبرضو النتائج هتكون يعني بالنسبة لنا ده هو كله forecast، يعني في النهاية ما في حاجة مؤكدة. ففي الأناليسيس بتاعي بعتمد على سيناريوهات مختلفة، يعني هي the best case or worst case و the most likely أو the central case. فدي أنا بأخذها في الاعتبار لما أجي في الفترة الجاية بالنسبة لي مثلا من 2012 إلى 2017 للبرودكشن بتاعي، إذا أنا مانيفاكتشرر للكار أكسسوريز أو إذا أنا مثلا ريتيلر أو غيره، بحاول إنه أضع في الاعتبار الفوركاست دي عشان أقدر أقيم إنه الديماند هيكون ماشي بأي اتجاه. يعني مثلا هنا على حسب الفوركاست إنه الديماند ده is going upward، يعني هو حيزيد لكن ما بسرعة، ماشي gradual. يعني ففي أشكال مختلفة
أو methods مختلفة للفوركاستنج، لكن الموست كومن هو regression analysis. طيب شايفة في أوكي في أسئلة؟ أيوة في أسئلة يا دكتورة. معلش لكن ما عارفة نلمها كلها مرة واحدة في نهاية السيشن ولا تجاوبي بعدين ترجع تواصلي. ممكن أشوف إذا ممكن أجاوب على الجزء، ما كثيرة ما كثيرة ما كثيرة. طيب في سؤال، هل البزنس ريسيرش مسؤولية البزنس أناليست؟ هو البزنس أناليست واحد من الناس اللي بيشتغلوا، لكن ما مسؤوليته هو برعه. فالبزنس أناليست بيشتغل مع الستيك هولدرز المعنيين على أساس إنه يقدر يصل للنتائج، لكن أيوة مينلي البزنس أناليست هم بيشتغلوا البزنس ريسيرش. طيب السوات أناليسيس ماله؟ ما عرفت السؤال. SWOT analysis اللي هو the strength and weaknesses وال opportunities وال threats هو external external analysis. طيب الفئة المستهدفة، طيب شنو هي tool اللي بيستخدم في جمع بيانات عن المنافس؟ طيب التولز اللي بتستخدم لجمع البيانات عن المنافس هي ممكن نسميها business intelligence. فعشان أجمع بيانات عن المنافس بشوف البيانات publicly available منه هو نفسه، يعني أي شركة طبعا مثلا ملزمة، الشركات الكبيرة ملزمة بأنها تطلع financial statements حقتها نهاية كل سنة، فدي publicly available أي زول ممكن يشيلها. أنا ممكن أستفيد منها في أنه أنا أقيم مثلا الموقف المالي بتاع الشركة المنافسة، فدي حاجة موجودة already ما بحتاج أنا أفتشها. بعد ذاك في بيانات تانية أو tools تانية ممكن أستخدم، مثلاً surveys تكون موجهة للcustomers المشتركين اللي هم ما هو competitor، نحن معناها we are serving the same market. فأنا ممكن أعمل surveys أسأل الcustomers اللي هم حقني وممكن يكونوا حقين الشركة التانية، يعني مثلاً شركة الاتصالات زين مثلاً لو عملت survey وسألت عن حاجات معينة ممكن تسأل بطريقة غير مباشرة. طبعا انت ما حتقول له مثلا رأيك شنو في خدمات MTN، لكن حتسأل عن المنافسين، او احيانا حتى بتتسأل دايركتلي انه رأيك شنو، هل شايف انه الشركة الفلانية مثلا بتقدم خدمات افضل. ممكن تتم بطريقة فورمال او انفورمال. في 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 يعني تولز كثيرة ممكن تستخدم، لكن زي ما انا قلت القصة كلها في الداتا availability. أحياناً الشركات بتكون عندها بيانات كثيرة عنها موجودة، لكن دي ما الحاجة اللي احنا بنفتش عنها، بيكون في بيانات تانية نحن محتاجينها ما موجودة. وحالياً الـ Artificial Intelligence والـ Data Science والـ Machine Learning والحاجات دي سهلت الموضوع أكثر، بأنه في algorithms معينة بتستخدم لأنها تعمل لك web scraping مثلاً أو تعمل لك data collection بطريقة أسهل من زمان كان ممكن تعملها. طيب الخصائص الديموغرافية والاهتمامات، أيوة 2008 أيوة مع الأزمة المالية عشان كده الديكلاين كان واضح. طيب نواصل لحد ما تظهر أسئلة تانية. هنتكلم بعد ذاك عن الريسك أناليسيس. طيب الريسك أناليسيس هدفه إنه to identify and analyze potential future events that may adversely impact a company. شنو الممكن يحصل ويأثر علي أنا سلبيا؟ ده باختصار الريسك أناليسيس، إنه شنو المخاطر الممكن تواجهني. فالهدف منه أو الفائدة منه، أول حاجة إنه أنا أعرف شنو المخاطر الممكن تواجهني. بعد ما أعرفها بعد ذلك بقدر يعني أجهز لها بأنه أعمل الميتيجيشن بلانز أو خطط المواجهة مثلاً الوسيلة to address the problem. فالميتيجيشن بلانز في منها أنواع هنشوفها بعد شوية، لكن أنا ما حقدر أعملها ما لم أنا أعرف أصلاً إنه في ثريت معين ممكن أواجهه. بعد ذاك الحاجة دي برضو بتساعد في الفاينانشيال بلانينج. أنا إذا متوقع إنه مثلاً حيكون في ثريتس معينة،
بقدر أحدد إنه الspending حقي يكون كيف، وبالتالي بيساعدني في financial planning و to improve the future performance. إذا نحن قدرنا بطريقة مناسبة نعرف المخاطر ونتفاداها، تقريبا mitigation دي التفادي أو حاجة. فإذا قدرت أنا أعرف المخاطر وأتفاداها بطريقة كويسة، فبالتالي performance متاعي حيحصل له improvement بطريقة واضحة مقارنة ب لو كان. أيوة، هي الخطط اللي بتتعمل عشان نخفف من threats. exactly. أنا كنت بفتش في الترجمة الحرفية بتاعت الكلمة mitigation. فكده هنقدر نحسن performance للشركة. طيب كيف بنعمل risk analysis؟ أول حاجة we identify the uncertainty. طبعاً risk analysis هو حاجة in the future يعني by nature، فبالتالي كلها هتكون speculations، تخمين إنه والله نحنا متوقعين إنه يحصل كده كده. فشنو الحاجات ال uncertain؟ شنو ال factors الممكن تحصل؟ يعني هل ممكن يكون في ال political instability ممكن تقود لمشاكل، فبالتالي we are expecting إنه يحصل 1-2-3. متوقعين مثلا في قطاع معين، مثلا الناس الشغالين في شركات بتاعت الصناعات مثلا البلاستيكية، إذا في اتجاه لإنه تتعمل regulations أو تشريعات ضد الـ negative impact للصناعات البلاستيكية مثلا، فبنتوقع إنه ممكن يكون في مشاكل ممكن تواجه الشركات دي بإنه هما يقدر to comply مع new regulations اللي ممكن تحصل. فدي برضو بالنسبة لها بتكون نوع من threats. طيب to identify the uncertainties دي نحن محتاجين ل historical data و professional experience. يعني ال historical data مثلا ممكن توريني seasonalities أو إنه في الماضي لما حصل كذا حصل كده، يعني factors معينة بتقود لنتائج معينة، فهنا بحتاج لـ historical data. بحتاج لـ professional experience اللي هم الناس اللي بيقدروا يوروني شنو الحاجات اللي ممكن تحصل بناء على خبرتهم. ما بيكون عندي مثلاً data متوفرة. الميثودز اللي بنستخدمها to identify the uncertainty ممكن يكون منها جزء subjective أو جزء objective. الobjective اللي هو بيكون معتمد على data واضحة، ممكن تكون numerical، ممكن تكون ranking، تكون غيره. الranking ذاته ممكن يكون subjective. فالmethods ممكن تكون subjective أو objective زي ما قلت، لأنه هي حاجة في النهاية in the future هي uncertain، فما بنقدر نقول يعني نجزم إنه والله الحاجة دي كده 100% أو بدرجة تأكد عالية. فغالبا بيكون في subjective methods لأنك أنت to identify ال factors أو ال uncertainties اللي ممكن تحصل. بعد ما نحدد يعني ممكن نعمل لستة 1-2-3 دي البوتنشال فاكتورز الممكن تهدد أو تأثر على الأداء بتاعنا. بعدك هشوف الإمباكت، الإمباكت الممكن يحصل لي إذا الحاجة دي حصلت. يعني إذا قلنا مثلا في مشروع بتاع قرار إنه يوقفوا استخدام الأكياس البلاستيكية زي ما كان حصل قبل كده، أعتقد ما أتذكر سنة كم، إنه والله الأكياس البلاستيكية دي إحنا ما حنستخدمها أو حتبقى مثلاً تكلفتها عالية. فإذا الحاجة دي حصلت الإمباكت علينا شو؟ طبعاً أنا بشوف الفاكتورز اللي بتأثر علي، يعني في حاجات أنا ممكن ما أتخيل إنها تأثر علي، لكن بطريقة بعيدة ممكن برضو الأثر بتاعها يصلني. فعشان كده إحنا قلنا بنحتاج البروفيشنال إكسبيرينس إنه في حاجات ممكن تكون ما واضحة. فبعد ما نحدد الـ uncertainty اللي هي الـ factors اللي ممكن تأثر، بعد ذاك بحدد الـ impact لكل واحد. الـ factor الأول الـ impact حقه ممكن يكون عالي، ممكن يكون منخفض، ممكن يكون متوسط، ممكن يكون كده، ممكن يكون financial، ممكن يكون non-financial. بجهز كل التوقعات بتاعتي لأنه الـ impact ده هيأثر وين؟ هيأثر على مثلاً التغيير، ممكن أحتاج أغير شكل المنتج اللي أنا بقدمه أو الخدمة، هل بحتاج مثلاً أزيد التكلفة بتاعته،
وهكذا. فبحدد بالضبط شنو الامباكت. بعد ما عملت الحاجة دي بعد ذاك بعمل لكل فاكتر يتحدد mitigation plan. الميتيجيشن بلانز فيها أربعة أنواع. النوع الأول التيرمينيشن، بمعنى إنه أنا to eliminate الريسك دي خالص. يعني أنا مثلاً بشغل عمالة part time لكن ما مستوفين للشروط مثلاً بتاعت الemployment، هم under age أو ما عندهم proper licenses أو كده، وفي ريسك إنه أنا لو عملت الحاجة دي ممكن ما يكون حاليا في ريجوليشن بيمنع كده، لكن احتمال يبقى فيه. فالاوبشن الاول او الاستراتيجي الاولى انه انا تو تيرمينيت ذا ريسك، بمعنى انه تو كومبليتلي اليمينيتد، خلاص انا هستبعد الحاجه تماما، فبالتالي هافصل او هستغنى عن خدمات كل الناس الشغالين بطريقه ما مستوفيه للشروط قبل ما القرار يطلع. كده انا بكون عملت تيرمينيشن خالص للريسك. الاوبشن الثاني to transfer the risk، اللي هي انه انا اخلي جهه ثانيه تشاركني الريسك، وبالتالي تشيل جزء، يعني انا بعمل ترانسفير لجزء من الريسك لطرف ثاني. الحاجه دي اوضح مثال لها هو شركات التامين. يعني انا مثلا خايف انه الموظفين يعملوا مثلا تحصل حوادث في السيارات، فبالتالي بعمل تامين. لو حصل الريسك انا ما هشيله براي، شركه التامين هتشيل معي. فده مثال كلاسيك جدا للريسك ترانسفر او الاستراتيجي بتاعت الريسك ترانسفر. الاستراتيجي الثالثه هي تو تريت ذا ريسك. يعني اذا انا في فاكتور معين شايف انه ممكن يكون ريسكي بالنسبه لي، بحاول اعالجه بمعنى انه يعني for example إذا في المثال بتاع الامبلويز اللي هم مثلا ما مستوفين الشروط، إذا في إمكانية بتاعت معالجة إنه to get them the proper documentation، فبالتالي كده أنا عملت treatment إنه أنا عالجت المشكلة فبالتالي أزلت الخطر. هي بتختلف من التيرمينيشن إنك أنت بتستبعد الفاكتور خالص. التريتمنت بتحاول إنك أنت تعالج الحاجات اللي هي بتمثل خطر بحيث إنها تبقى no longer risky بالنسبة لي. آخر mitigation plan أو strategy هي to tolerate، إنك تستحمل. والحاجة دي عادة الشركات أو المنشآت يعني بتاخد القرار ده إذا كان الريسك الإمباكت حقه منخفض أو likelihood حقته الاحتمالية بتاعته منخفضة. فأنا ما بخسر يعني ما بخصص له budget معينة أو بخصص له يعني اهتمام، ما بخصص له اهتمام معين عشان أنا أعالجه أو أعمل له ترانسفر أو whatever. إنه والله هو احتمال يحصل، لكن لو حصل أنا بالتالي بقدر أتحمل. يعني لو حصلت خسارة بنسبة معينة ممكن يتحملها، لو حصلت مثلا مشكلة اضطرت مثلا تدفع penalties معينة الفيز حقتها ما مرتفعة، فبالتالي you can tolerate فما بتعمل حاجة. يعني باختصار الاستراتيجي هنا إنك أنت لو حصلت تحصل، لأنه الإمباكت بتاعها أو likelihood حقتها منخفضين، فبالتالي أنا ما بحتاج إنه يعني أعمل لها استراتيجي وأخصص لها أو يعني أو ليها اهتمام كبير. بعد ما انتهينا من المراحل دي كلها في الريسك أناليسيس بنعمل monitoring and control. ليه؟ لأنه لحد المرحلة اللي إحنا وقفنا فيها mitigation plans دي إحنا looking at the future، لسه ما في حاجة حصلت. إحنا we identified the factors وبعد ذاك حددنا الإمباكت حقهم واللايكليهود حقتهم إنه هل ممكن يحصل ولا لا، وإذا حصل حيحصل شنو، وحددنا الاستراتيجي اللي لو حصل هنعمله. فده كله في الماضي. هنا ونحن شغالين بعد ما عملنا الكلام ده كله، بعد ذاك بنبدأ نعمل monitoring اللي هو نراقب الوضع على أساس إنه to reassess the risk، إنه ممكن الريسك ده بعد شوية أنا والله كنت أخذت له استراتيجي بتاع التوليرنس، لأنه يعني مثلا إذا أنا سبيدينج والسبيد تيكت مثلا 10,000 بدفع، إذا حصل إنه السبيد تيكت مثلا بقت ب100,000، لا دي كده تكلفة كبيرة علي، أنا ما هعمل ما هتبع نفس الميتيجيشن بلان اللي هي التوليرنس، لا هحاول إنه
to transfer أو to terminate إنه أنا ألتزم أو whatever، يعني حغير البلانز بتاعتي. ممكن الفاكتور اللي أنا حددته إنه هو cause ممكن يكون factor of threat يبقى no longer factor of threat، خلاص اختفي، فبالتالي حاشيل. فهنا أنا بعمل reassessment، هو بعمل monitoring كل ما الوضع يتغير بعمل adjustment للplans بتاعتي. طيب واحدة من التولز اللي بتستخدم في الريسك analysis هي الريسك analysis matrix، بتحدد A likelihood اللي هو improbable نسبة ضعيفة جدا يعني، occasional بيحصل كل فترة وفترة لكن ما يعني شديد، أو probable يعني وارد الاحتمال أو بيحصل frequently. بعد ذاك ال severity اللي هو impact ممكن يكون marginal بسيط جدا أو moderate أو critical. بناء على matrix دي بحدد إنه هل الريسك ده low ولا high ولا medium. طبعا دي ميثود ممكن تكون سبجكتيف لانه انت كيف حددت انه اللايكليهود دي امبروبابل ولا اوكيجنال، حددتها كيف؟ فهنا التحديد بتاع اللايكليهود في ميثودز زي ما قلت، في ميثودز سبجكتيف وفي ميثودز اوبجكتيف. من الميثودز الاوبجكتيف اللي هي تقريبا ما كتار لانه زي ما قلنا احنا بنتعامل معها في المستقبل، اللي هي مثلا تحدد البرسنتج. اذا انت مثلا بتتعامل مع سبلاير معين بيوريد لك مواد، فبتقدر تحسب انه في الفتره السابقه بتاعه تعاملكم كان بيلتزم بالديليفري تايم بنسبه كم في المية. فبناء على النسبه دي انت بتقدر تحدد انه هل هو امبروبابل ولا اوكيجنال ولا بروبابل. إذا هو مثلاً 90% من المرات كان بيلتزم بالزمن، معناها قصة إنه هو يتأخر باعتبار الريسك فاكتر improbable. إذا هو مثلاً كم 70% بيلتزم حيبقى occasional، ممكن نتوقع إنه ممكن يتأخر، فبالتالي نعمل له استراتيجية مختلفة. إذا هو دائماً بيتأخر ففي الحالة دي بتحتاج تعمل استراتيجية مختلفة. فالحساب بتاع likelihood ممكن يكون objective بأرقام معينة إذا عندك enough data to calculate the probability، أو ممكن يكون زي ما قلت subjective بناء على الexperience يعني. بعد ذلك زي ما شايفين التقسيم بيبقى كالآتي: إذا كان مثلا improbable وmarginal the low، إذا كان occasional وmarginal برضو يعتبر low، إذا كان مثلا probable وcritical the high. فأنا بعمل شنو بعد ما صنفت كده؟ بقوم كله ريسك فاكتور، مثلا تاخير السبلاير عن الموعد المحدد لتسليم المواد، بشوفه اللايكليهود بتاعه والسيفيريتي بتاعته. السيفيريتي طيب اذا كان مثلا تاخير السبلاير حيوقف لي خط الانتاج كامل، فده كده كريتيكال. اذا كان هو تاخيره والله حياثر شويه لكن احنا اوريدي عندنا انف ستوك ممكن نمشي لحد ما هو يتاخر، ممكن يكون مودريت، او إذا نحن أصلاً يعني بنستخدم الحاجة دي ممكن نستعيض عنها بحاجة تانية ممكن يكون مارجنال وهكذا. فباستخدام الـ Risk Analysis Matrix بنقدر إنه نحدد كيف يعني وين نخط الريسك ده مكانه، وبعد ذلك بناء عليه نحدد الـ Proper Strategy اللي بنستخدمها. طيب الاناليسيس النوع الاناليسيس البعديو هو الفاينانشال اناليسيس. طبعا الفاينانشال اناليسيس ده باب كبير جدا، انا ما بقدر يعني احصره في ولا سيشن واحده، لكن بنقدر بشكل عام يعني just to overview شنو الحاجات الاساسيه في البيزنس سيتنج، لأنه كيف وشنو وليه نعمل financial analysis. طيب الـ purpose إنه هو to review كل الـ financial data، الـ cost والـ profits والـ cash flows عشان نحدد الـ financial processes، نعمل لها estimation أو evaluation هل هي ماشية كويس، هل نحن الـ financial position بتاعنا عن كيف. فالـ benefits أول حاجة اللي هو to assess the progress، إنه مثلا هل نحن الـ profitability بتاعتنا كويسة، هل نحن مثلاً عامل السيلز بتاعتنا مثلاً مناسبة وهكذا. ففي we will assess the progress و
to improve the future decisions. إذا مثلا لقينا الprofitability منخفضة فبالتالي we need to take measures عشان نحسن الprofitability. فدي بتساعد في اتخاذ القرارات المستقبلية. ممكن to adjust budgets إذا نحنا allocating budget معينة بنسبة لمثلا أنشطة ولقينا إنه والله الperformance بتاعها ما مناسب, فبالتالي ممكن نزيدها أو ننقصها accordingly the performance. وآخر حاجة to assist in investment decisions, ده بالنسبة للشركات اللي هي بتفتش على investors. إذا أنت عايز تأخذ تمويل مثلا لstartups أو للشركات الصغيرة أو حتى للشركات مثلا medium size, إذا أنت عايز investment من برا لازم financial statements بتاعتك تكون مستوفية شروط معينة, فبالتالي ده بيساعدك على انك انت تتحصل على investment من الخارج. طيب هنا بنتكلم عن نوعين من الفاينانشال اناليسيس او dimensions, two dimensions يعني مختلفين. ممكن نقول عندي corporate analysis أو investment analysis. ده هي شنو الأنواع من الأناليسيس اللي ممكن أنا أعمل الفاينانشال أناليسيس. الكوربريت أناليسيس ده اللي هو الفاينانشال أناليسيس العادي اللي إحنا بنعرفه, اللي هو إنك أنت تحسب الإنكم ستيتمنت مثلاً أو البالانس شيت وتطلع الريكوردز بتاعتك العادية. دي الأوبريشنز أو الفاينانشال أناليسيس بيتم internally للشركة نفسها للأسسمنت والإمبروفمنت بروسيسز للشركة. خلاص؟ فده الترديشنال فاينانشال اناليسيس. في اناليسيس ثاني بيتعمل اللي هو الانفستمنت اناليسيس, هدفه انه تو ايفالويت الشركه, يعني زي ما قلت للستارت ابس مثلا او للشركات اللي هي بتسعى للحصول على تمويل خارجي. فشكل الاناليسيس بيكون مختلف. ايوه هو بيعتمد على الريبورتس الفاينانشال ريبورتس نفسها بتاعت الشركه, لكن بيكون الهدف حقه مختلف وممكن يكون حتى فيه أسبكتس تانية مختلفة أنت بتقيسها. عندنا برضو دايمنشن تاني أو نوع تاني من الأناليسيس, فاينانشال أناليسيس, ممكن يكون هوريزنتال أو فيرتيكال. طيب شنو الفرق بين الهوريزنتال والفيرتيكال؟ الهوريزنتال بيقارن نفس الحاجات, نفس الفاينانشال انفورميشن في فترات مختلفة. يعني أدائنا مثلا النت إنكم في السنة دي والسنة الفاتت أو في الربع ده وفي الربع الفات أو البعدي وهكذا. فده الهوريزونتال أناليسيس in terms of time. الهدف منه إنه to indicate changes في financial performance. لأنه أنا يعني زي هناك لما تكلمنا عن longitudinal studies إنه أنا عايز أشوف ال variable المعين تغييره خلال الزمن. فهنا أنا عايز أشوف النت إنكم مثلا زاد ولا نقص. فهي نفس الفاريبل بقيسه في فترات مختلفة. الفيرتيكال أناليسيس هنا أنا بعمل أناليسيس أناليسيس of financial data independent of time and the correlation of items related to a company. هنا الهدف شنو؟ بقارن financial items as percentage of the base figure. يعني أنا مثلا ال cost of goods sold كم بتمثل كم في المية مثلا من التوتال كوست بتاعتي. فهنا أنا بقارنها في نفس الفترة مقارنة مع الريشيوز الثاني. تمام؟ فالهدف إنه أعرف يعني in comparison بينها وبين نسب تاني ممكن تكون بحتاج لها للإيفالويشن أوف ذا بيرفورمانس. طيب عندنا عدد من الفاينانشال ريشوز الأساسية اللي هي بنعتمد عليها في الفاينانشال أناليسيس اللي هي الليكويديتي والليفريج والإفيشنسي والبروفيتابيليتي والماركت فاليو. طيب تفصيله كالآتي, الريشوز الأربعة الأساسية المهمة اللي هي الليكويديتي السيولة. خلاص بتقيس لي شنو؟ المقدرة على السداد, انه انت عندك يعني السيولة بتاعتك, انه اذا انت عندك debts معينة
هتقدر تسددها ولا لا؟ هل عندك الكاش الكافي؟ هل عندك السيولة النقدية الكافية لأنك أنت تسدد التزاماتك ولا لا؟ ده باختصار. الـ Activity Ratios بتحدد الـ Firm's Ability to convert different accounts within its balance sheet into cash or sales. يعني أنا كيف قادر إنه أحقق أرباح؟ إنه أنا كيف أقدر يعني to convert مثلاً الـ Products لـ Revenues. فدي بتتقاس مثلاً بإنه أنا باخد فترة قدر كم عشان أسترد أموالي من الـ من الـ من الناس اللي بيشتروا مني، اللي هي days sales outstanding، إنه هاخد زمن قدر شنو عشان الناس يرجعوا لي قروشي for example. فدي الـ activity ratios بتوريني إنه أنا بحتاج زمن قدر شنو أو مقدرتي عموما قدر شنو إنه أنا أحول يعني أنشطي لي cash أو لي sales. بعد ذاك في الـ leverage ratios. الـ leverage ratios اللي هي الـ financial leverage، إنه أنا قدر شنو بقدر أعتمد في تمويل عملياتي على الأموال الخارجية اللي هي من مثلاً الديون أو الأموال بتاعت الدائنين، اللي هي الشراء بالدين مثلاً. باعتبار إنه الشركات لما تشتري لما تعمل supplying لمواد معينة ما بتدفع instantly، أنت بتشتري وبتدفع مثلاً بعد فترة بتاعت سداد معينة. فالليفرج هنا معناه إنه أنا قدر شنو قادر أستفيد من أموال الغير في تمويل عملياتي. البروفيتابيليتي ريشيوز اللي هي من اسمها انه مقدرتي على الحصول على ارباح، to generate earnings relative to expenses، انه في النهايه انا هل بحقق ارباح ولا لا. فدي مختلفه عن الاكتيفيتي ريشيوز. هناك انا ممكن اكون مثلا الاكتيفيتي ريشيوز حقتي كويسه، انا بقدر اتحصل على revenues، لكن في النهايه البروفيتابيليتي ما كويسه، لانه لما أجي أخصم منها الكوست بلقى إنه البروفيت بتاعتي ما بالمستوى المناسب. فده دي المين ريشوز زي ما قلت فيها تفاصيل كثيرة، ما أعتقد بنحتاج نتطرق لها بعين ديتيل يعني، لكن بشكل عام ده الأسسمنت فاينانشال للشركات، إنه بنقيس السيولة بتاعتها والأكتيفيتي والليفرج والبروفيتابيليتي بشكل عام عشان نقدر نعرف باستخدام الفاينانشال اناليسيس انه شنو المحتاج يتصلح. طيب عندنا بعد ذاك الديستريبيوشن اناليسيس، والديستريبيوشن هنا ريليتد بالداون ستريم شانلز او الداون ستريم بروسيسز. الداون ستريم مقصود به كل الانشطه اللي بتتم مني أنا كشركة للكاستمرز حقني، as compared to the upstream اللي هو الأبستريم الأنشطة اللي بتتم بيني وبين السبلايرز. فهنا الديستريبيوشن بيتعلق بالداونستريم شانلز، فأنا بحتاج أعمل مابينج للداونستريم شانلز كلها عشان أعرف إنه شنو الأوبورتيونيتيز والثريتس الموجودة في الديستريبيوشن، وبعد ذاك أقدر to adapt strategies إذا في تغييرات، وأقدر to respond properly. طيب لما نتكلم هنا عن distribution نتكلم عن علاقة مع ال customers، سواء كانوا final customers ولا intermediate customers. بنلقى إنه في أنواع مختلفة من ال distribution، وبناء عليها بتحدد ال distribution channels اللي ممكن تكون مناسبة. لو شفنا types of distribution بنلقى إنه في intensive distribution، selective distribution، و exclusive distribution اللي هو ماشي من فوق اللي هو أعمى للأخصة. فالintensive distribution مثلا طيب بالنسبة للintensive distribution هدفه إنك أنت تاخد أكبر market share ممكن، فبتوزع يعني بيكون الماركت التارجت ماركت حقك كبير، فبتحاول قدر المستطاع انك انت تصل لاكبر عدد من الناس as many outlets as possible. فهنا الديستريبيوشن حقك بيكون المدى بتاعه واسع. لما تمشي للسيلكتيف بيكون عندك تارجت التارجت كونسيومر
أقل. أنت you are targeting أصلاً عدد أقل أو نوع معين من الكاستمرز، فما بتحتاج لعدد بتاع مثلاً stores أو outlets as many as the intensive distribution. ليه؟ لأنه أصلاً أنت الأودينس حقك بسيطين أو أقل، يعني مش بسيطين، هم أقل من الانتنسيف ديستريبيوشن. ليه؟ لأنه السلعة أو الخدمة أنت بتقدمها ما كل الناس انترستد فيها، فبكون عندك specific locations أو specific selling methods. الليفل الأقل خالص اللي هو الإكسكلوسيف، ده بيكون عندك limited outlets. ليه؟ لأنه أصلاً المنتج اللي أنت بتبيعه أو الخدمة اللي أنت بتقدمها ما أي زول بتكون موجهة له، وفي نفس الوقت ممكن يعني تكون very expensive for example، ولا تكون مثلا لاحتياج لفئة معينة من الناس ما كل الناس بيحتاجوا له وهكذا. ففي الحالة دي it doesn't make sense انك انت يكون عندك مثلا stores كثيرة والdistribution حقك يكون واسع. ليه؟ لانه اصلا الcustomers بتاعينك limited. فبناء على type of distribution اللي عندك انت بتحدد بعد ذاك distribution channel المناسبة. انت ممكن تختار انك to sell directly to the customer او to sell through retailers أو to sell through wholesalers اللي هم بعد ذلك بيبيعوا للretailers حتى يصلوا للconsumer. العلاقة بين the type of distribution أو distribution والdistribution channel إنه أنت بتحتاج intermediaries قدر شنو الوسطاء ديل wholesalers والretailers بتحتاج لهم قدر شنو. كل ما كنت أنت التوزيع بتاعك intensive بتحتاج لوسطاء أكتر، لأنك يعني أنت ما حتقدر تفلفل الـ orders directly لكل الكاستمرز، لأن الكاستمرز أصلاً بالنسبة لك عددهم كبير. فلما تكون selling directly في معظم الأحيان بيكون العدد بتاع الكونسيومرز أو التارجت audience حقك أقل، بمعنى أنك أنت بتبيع exclusively أو selectively. ولكن يعني ده انديكيتر عام، لكن ما دائما بيكون نفسي، يعني ما شرط، يعني ممكن يكون انديكيتر، لكن ممكن يكون انه انت اصلا البزنس موديل حقك مختلف. ممكن يكون عندك كاستمرز كتار لكن برضو يسيل دايركتلي، فبيكون عندك ستورز كثيره لكن يعني كلها ران باي يو، ما عندك ريتيلرز وهولسيلرز وسطاء. برضو الديستريبيوشن تشانلز لها علاقه بانه هل انت بي تو بي ولا بي تو سي بزنس، باعتبار انك انت بتبيع بزنس تو بزنس ولا بزنس تو كاستمر. ممكن انت تكون سيلينج دايركتلي تو ذا كاستمر او سيلينج تو ا بزنس والبزنس ده انت سيلينج تو ا كاستمر. فده برضو بيحدد الديستريبيوشن شانلز حقتك لما تكون بتبيع دايركتلي لكاستمرز، ما زي لما تكون بتبيع لبزنسز in terms of مثلا عدد المحلات اللي بتحتاج تفتحها والترانسبورتيشن مودز والحاجات دي كلها بتأثر على الاختيارات للديستريبيوشن شانل. فهنا في الديستريبيوشن اناليسيس هدفنا نعرف انه اول حاجه نحن شنو التايب اوف ديستريبيوشن اللي محتاجين له على حسب البرودكت اللي بنقدمه او الخدمه، وبعد ذاك شكل التشانلز. التشانلز برضو ممكن تكون فيزيكال او اونلاين، ممكن يكون بوث، يعني انت بتبيع عندك فيزيكال ستور وبرضو عندك اونلاين ستور، وده اللي اتجاه السائد يعني حاليا، انه بتوفر فليكسيبيليتي اعلى للكاستمرز على اساس انه يتحصل على المنتج باكثر من وسيله تكون مناسبه لهم، باعتبار انه تفضيلات الناس مختلفه. في ناس بيفضلوا يطلبوا اونلاين فور ذا كونفينينس، في ناس بيفضلوا لا انه يشوفوا المنتج ويلمسوه ويشوفوا يعني كذا شوف عين قدامه حتى يشتروا، ما مثلا ما قدروا يشتروا اونلاين. فانك انت توفر multiple channels او multiple types of distribution channels ده ممكن يكون بالنسبه لك خيار كويس. زي ما قلت برضو it depends على البزنس موديل انت شغال به وبتدعم. طيب هنتكلم بعد ذاك عن البرودكت اناليسيس، وهنا احنا ما قصدنا الديماند بالنسبه للبرودكت، قصدنا البرودكت نفسه، وانت طبعا برضو applicable على السيرفيس، يعني احنا بنقول برودكت لكن برضو applicable على السيرفيس. فالبرودكت اناليسيس هدفه انه نحن to define every aspect of a product عشان نقدر نحسنه، to manage the profitability بتاعته والcustomer appeal، إنه نمسك المنتج
ونشوف كل الدايمنشنز حقته، كل دايمنشن بنقدر نعدله كيف بحيث انه يكون مور بروفيتبل ويكون مور ابيلينج للكاستمرز. فدي الهدف من البرودكت اناليسيس. الحاجه دي بتساعدنا في انه اول حاجه نحدد البرودكت برايس البرايسنج، يعني نحن المنتج ده او الخدمه دي هنسعرها بناء على شنو؟ بناء على والله انها هي فيها خصائص معينه او الماتيريالز حقتها، هنشوف بعد شويه الاسبيكتس. والبريك ايفن بوينت، البريك ايفن بوينت هي انه انا لما ابدا انتج مثلا او ابدا بزنس بيكون في عدد او كميه من التكاليف ما بيتم تغطيتها مباشره، بيتم تغطيتها جرادولي تدريجيا لحد ما اصل النقطه بتاعت اللي هي البريك ايفن، انه انا ولا خسران ولا ربحان. يعني اي بزنس لما يبدا بيبدا بيشتغل في ظل الخساره لانه في كوست كثيره ولسه ما في ريفينيوز. فلما اصل البريك ايفن بوينت بكون ولا ربحان ولا خسران، بعديها ببدا اربح. ف بقدر احدد البريك ايفن بوينت دي بناء على البرودكت برايس والبرودكت اناليسيس، لانه اذا سعرت مثلا بسعر مرتفع ممكن اصل البريك ايفن بوينت بسرعه، او اذا سعرت بسعر منخفض وبالتالي بقى عندي ماركت شير كبير برضو ممكن اصل للبريك ايفن بوينت بسرعه. فدي بتساعدني في البريك ايفن بوينت اناليسيس. برضو تو ايدنتيفاي ذا ماركت بوتنشال، انه المنتج ده حيكون عنده يعني بوتنشال قد شنو في السوق، انه ممكن الناس يكون الجروث بوتنشال حقه قد شنو. للفوركاستنج برضو الديماند اناليسيس بيساعد، والفوركاستنج اوف ذا لايف سبان هي اللايف سايكل برضو اوف ذا برودكت، انه المنتج ده بتفاصيله هي ما اللايف سايكل سوري اللايف سبان، انه زي فتره الصلاحيه مثلا على حسب تفاصيله، هل بيعيش فتره طويله، انه الحاجه المصنوعه مثلا ماتيريالز معينه اقوى ممكن تعيش فتره اطول، الحاجات المصنوعه ماتيريالز مختلفه ممكن تكون فتره اللايف سبان حقها اقل وهكذا. فكل ده انا بعمل له اناليسس عشان اقدر اعرف احسن شنو. زي ما قلنا التارجت في النهايه انه انا احسن البروفيتابيليتي والكاستمر. طيب شنو هي الاسبيكتس من البرودكت اللي انا بعمل لها اناليسس؟ الماتيريالز، الفانكشن، الكوست، الكاستمر سيفتي، والايثيك اللي هي الجوانب الفنيه، والانفايرمنت. لكل جانب من الجوانب دي انا بحاول اجاوب على اسئله معينه. في الماتيريالز مثلا، انه هل المنتج ده انا حاصنعه من اي نوع من المواد؟ يعني مثلا الموبايل كفرز، هل حاعملها بلاستيك مثلا ولا حاعملها سيليكون؟ الفرنتشر مثلا حاعمله خشب ديزاين ولا حاعمل ام دي اف؟ ف هنا بختار الماتيريال، وبعد ذاك البروبرتيز اوف ذا ماتيريال هي بتساعدني في الاختيار. و الطريقة اللي بيتصنع بها how might it be made البرودكشن نفسه. لكل aspect من الaspects دي بحاول أجاوب على الأسئلة المتعلقة بها عشان أقدر أحسنها. يعني إذا كان مثلا materials هي أرخص لكن بالنسبة للcustomers ما appealing، ففي النهاية أنا هأخسر. يعني قصتنا هي تكلفتها منخفضة، ما بالنسبة لي على المدى القصير ممكن تكون مربحة لكن على المدى الطويل أنا هأخسر السيلز بتاعتي. فممكن أحسن بأنه أشوف مثلا materials بديلة، أو أحسن من الماتيريال الحالية اللي أنا بستخدمها وهكذا. الفانكشنز اللي هي الفيتشرز مثلا، الفيتشرز والفانكشنز الخصائص بتاعت المنتج بيعمل شنو، بيعمل كيف، شنو الفوائد اللي أنا بتحصل عليها من المنتج، بيشتغل كيف، هل هو easy to use ولا difficult، بيحتاج learning curve يعني عشان من أول ما أنا اشتريته جديد عشان أنا أعرف أستعمله، هل هو easy to use ولا لا وهكذا. الكوست طبعا الكوست مرتبطه بمثلا الماتيريال برضو بتحدد، او حاجات تانية، هل هو انا حابيعه يعني تارجتنج انه يكون حاجه اكسبنسيف ولا حاجه افوردبل، و حنبيعه وين الاوتليتس بتاعتنا، هي برضو لها علاقه بتحديد الكوست. الكاستمر اللي هم التارجت اودينس او تارجت ماركت بتاعي، منون ممكن يشتريه وليه بيشتريه، شنو الخصائص بتاعت الناس اللي بتخليهم مثلا انترستد في المنتج حقنا. السيفتي، السيفتي كونسيدريشنز، هل هو مثلا ممكن تستخدمه كل الفئات، ممكن في منتجات معينه
يكون استخدامها عادي بالنسبه للجروبس، لكن مثلا لو قلنا للاطفال او للالدرلي او كده ممكن يكون فيها مشاكل، فبحاول احدد الحاجات دي ولاي مدى انا ممكن اخليها مثلا اعدلها، يعني هل انا بحتاج اعدل فيها ولا لا. دي بتتحدد بناء على انه منو التارجت اودينس حقي. بعد ذلك الجوانب الفنيه الاستيتكس، شكله كيف، هل هو ستايلش، ممكن يكون فانكشنال، ممكن يكون الماتيريالز حقته ممتازه لكن شكله ما حلو، الالوان المستخدمينها فيه ما حلوه، او الديزاين بتاعه ما بلكي مثلا، فدي برضو بتحدد انه نحن عايزين نعمله بخصائص او بصفات جماليه معينه تكون appealing للكاستمر. والانفايرمنت اللي هي دي ريليتد بالماتيريالز، انه بيقعد قد شنو، وهل هو good for the environment ولا لا، الماتيريالز المستخدمينها فيه وكده. فكل واحد من الجوانب دي زي ما قلت هنحاول نحللها عشان نقدر نحسن الأداء بتاعه، وبالتالي نحسن الربحية بتاعت المنتج أو الخدمة. مثلا بالنسبة للخدمة ممكن يكون فترة الانتظار للحصول على الخدمة، مثلا الخدمة نفسها بتاخد زمن قدر شنو، for example car wash، المغسلة هل بتاخد زمن طويل، إذا لقينا إنه البروسيس بتاعت الكار واش بتاخد زمن طويل ممكن نحاول نحسن الطريقة اللي بيتم بها العملية عشان نقدر ننتهي في زمن أقل، وبالتالي يكون بالنسبة للكاستمرز إنه والله أنا حامشي حغسل العربية في 10 دقائق بدل ما أنا كنت حغسلها في 20 دقيقة أو في نص ساعة for example. فحاجة حتفرق بالنسبة لل service analysis هي بتبقى product الحاجة اللي بتقدم يعني. طيب آخر حاجة حنتكلم، آخر حاجة في business analysis حنتكلم عن brand analysis. والbrand analysis نحنا بنعمل evaluation للcompany summary تفاصيل بتاعتها، البراندينج goals and objectives نحنا هدفنا شو من البراندينج، وفي النهاية الفيدباك ده ممكن يكون من جهات مختلفة عشان نقدر نعمل assessment للbranding strategies and methods، إنه نحنا كيف شنو البراندينج strategies حقتنا وكيف نحنا قاعدين نعمل. فهنا لما نتكلم عن البراند عندها يعني تفاصيل كثيرة. في شركات مثلا ما بيكون البراندينج بالنسبه لها ما مهم شديد، لانه مثلا ما في منافسه كبيره فما مهم البراند. يعني انا لو سالتكم مثلا البراند بتاعه الكبريت ممكن تكونوا تستخدموه اسمه شنو، ممكن ما في زول يكون عارف، يعني ما مهم مثلا فانكشنات حقتها، او انت اساسا ما بتستخدم مثلا كبريت، بيستخدموا ناس معينين ما مهم عندهم البراند، أو في حالات ممكن تكون أصلاً ما براندد، يعني الحالات بالذات اللي بتكون بزنس تو بزنس ممكن تكون ما مهتمين بالجانب بتاع البراندي، ما زي المنتجات اللي بتكون دايركتد للكاستمرز، بزنس تو كاستمر مثلاً. فالجوانب بتاعت البراندينج متعلقة بالديزاين، اللوجو، الاستراتيجي، والماركتينج، الايدنتيتي، والادفرتايزنج، كيف الحاجات دي كلها بيحصل لها coordination عشان تعكس صورة معينة، اللي هي في النهاية البراند بيتمثل لي صورة معينة بياخدها المستهلك عن المنتج بتاعي أو الشركة بتاعي. فبستفيد من البراند analysis إنه أنا باخد feedback من عدد من الجهات، مثلا من employees، من customers، من حتى ممكن من competitors، باخد feedback عشان أقدر أزيد البراندينج إفيشنسي حسب الاستراتيجية اللي أنا متبعة، والماركتينج كامبينز تكون بالنسبة لي مور إفكتيف، إنه أنا لما أعمل ماركتينج كامبينز أقدر أصل للنتائج المخطط لها. طيب البراند أسيسمنت بيتم بإنه أنا بحلل الجوانب بتاعت البراند، الايدنتيتي والاستراتيجي البوزيشنينج والإكسبيرينس اللي هي الكاستمر إكسبيرينس يعني، أو الستيك هولدر اكسبيرينس، الزول اللي بيتعامل مع المنتج. فبالنسبة للايدنتيتي مثلا بنتكلم عن الفيجوال لوك، المنتج شكله كيف، الفيربال مسجنج أو الفيجوال لوك، حتى مثلا اللوجو، الألوان بتاعت الشركة أو المنتجات بتاعته وهكذا. فالايدنتيتي إنك أنت تثبت هي الصوره الذهنيه، انك تثبت صوره معينه عن الشركه عشان تصل للبوزيشنينج، بتصل له عن طريق ايدنتيتي معينه، انه والله لو شفت الحاجه دي في اي حته تقدر تعرف انه والله
الحاجه تبع الشركه الفلانيه. مثلا ممكن نقول مثال انه شركه زين الايدنتيتي بتاعتها واضحه، لو شفت الالوان حقتهم حتى لو ما مكتوب عليها زين او الشكل الديزاين حقهم هتعرف انه الحاجه دي والله لها علاقه بزين حتى لو ما مكتوب فيها. فالفيجوال لوك مثلا، الفيربال مسجنج شكل الكوميونيكيشن حقهم كيف، هل هم بيتكلموا بتون مثلا رسميه ولا حاجه مثلا تكون كول فن، كيف الفيربال مسجنج حقتهم. فبالتالي انت بتقدر تحدد انه هل هي بالنسبه لك يعني ككاستمر اتراكتيف ولا لا، او حتى لو مش انها اتراكتيف ولا لا انها هي ديستينجويشبل تقدر تعرفها. المالتي ميديا فيل كيف استخدامهم للمالتي ميديا، انه كيف الوسائط المختلفه استخدامها. السوشيال كاركتر انه كلها يعني دي بتمثل الايدنتيتي، انك انت لما تشوف الحاجات المتعلقه بالشركه تقدر تعرفها فبتكون واضحه. الاستراتيجي لها علاقه بحاجات هاي ليفل اللي هي الكوربريت استراتيجي، نحن هدفنا انه نحن نكون شنو، نحن مثلا عايزين نكون ماركت ليدر، عايزين نكون حاجه مثلا فانسي شديد، مثلا تكون لكجري سيرفيس او لكجري برودكت وهكذا. فدي بتكون بتتحدد بناء على الفيجن والميشن والميشن والفاليوز الجولز والاوبجكتيفز والبرفورمانس ميجرز. فدي بتتحدد في الليفل بتاع توب مانجمنت، لكن ما بتكون واضحه بشكل مباشر للكاستمرز. بعدك عندنا الاكسبيرينس. الاكسبيرينس اللي هي مثلا كاستمر اكسبيرينس، انه انت لما تستخدم حاجه معينه المنتج او الخدمه الاكسبيرينس حقتك بتكون كيف، هل هي بتكون بليزنت، هل بتكون سموث. يعني كان قبل فتره مثلا بنكك كان واجهتهم مشاكل في التحويلات او في الابلكيشن حقهم عموما، فكان الكاستمر اكسبيرينس الى حد ما فرستريتنج، انه والله انت طوالي بيقطع مثلا، ما في ابديت، ما تقدر تحول، الشبكه تكون طاشه. فدي ممكن تكون مثال لانه الكاستمر اكسبيرينس كيف. ممكن مثلا انت عارف انه لو مشيت تعمل خدمه معينه في مكان، هل حيكون الخدمه دي سريعه ولا بطيئه، هل حيكون مثلا المكان الامبلويز فريندلي ولا لا. الامبلوي اكسبيرينس هي دي نحن زي ما قلنا انه الفيدباك عن البراند بتاخده من عدد من الجهات. فهنا الامبلوي اكسبيرينس نفسها انت الانترنالي شنو احساس الموظفين بتاعينك تجاهك، هل هم عندهم مثلا ليك ولا بطريقه واضحه، هل هم مثلا حاسين انه انت شركه كويسه بتقدم لهم خدمات كويسه وهكذا. الستيك هولدر ادفوكيتس والكاستمر الفيدباك من الكاستمر. الستيك هولدرز هم كل الناس اللي عندهم انترست او بيتاثروا او بيأثروا على المنشأة بتاعتك او البرودكتس والسيرفيسز عموما. فكل الستيك هولدرز بالنسبه لك منو منهم اللي بيكونوا ادفوكيتس بالنسبه لك، هم بيتكلموا عنك بطريقه ايجابيه يعني. بعدك البوزيشنينج اللي هو له علاقه بالماركتنج استراتيجيز، يعني الماركت كاتيجوري والتارجت ماركت، الديفرنشيترز كيف انت بتميز نفسك من الكومبيتيتور، والكومبيتيتيف ادفانتج اللي هي الميزه التنافسيه بتاعتك، شنو اللي بيخليك انت مختلف عن المنافسين تاعك. فالبراند اناليسيس هو ريليتد للبرودكت اناليسيس لكن ما ايدنتيكال، يعني البراند للاسم ككل الشركه. بعد ذاك البراند بيكون عندها طبعا يعني عادة ما دائما أكثر من برودكت أو أكثر من سيرفيس. فالبراند بيتعمل للمنشأة ككل، لكن البرودكت بيتعمل لكل برودكت individually أو كل سيرفيس individually. طيب البراند strategies بتتقسم لكور وpositioning وpersona. رح أمشي سريع لأنه شايف الزمن عندنا نص ساعة تقريبا. فالمهم بشكل عام انه نحن عشان نصل لبراند اناليسيس لازم نعمل كاستمر اناليسيس وكومبيتيتور اناليسيس ونعمل كرنت براند اوديت. انه الكاستمر اناليسيس انه شنو البرسبشنز تجاه البراند حقتنا، الناس شايفيننا كيف. الكومبيتيتور اناليسيس تكلمنا عنه، هو برضو جزء من البراند اناليسيس. بعد ذاك في الكرنت براند اوديت، انه حاليا احنا شنو السترينث اند ويكنسز اللي عندنا، شنو الفاليوز، شنو البيرسوناليتي بتاعت البراند وهكذا. ف ده فيما يتعلق بالبراند
analysis. آخر حاجة هتكلم بسرعة بس عن البزنس بلان والبزنس بروبوزل. شنو هم وشنو فريق بياناتهم؟ هم الاثنين عبارة عن formal document، لكن كل واحدة الهدف حقها مختلف. البزنس بلان هدفها إنه to outline the goals and objectives of the business، إنه أنا عايز أعمل شنو وهعمله كيف بكل تفاصيله. هنشوف بعد شوية structure بتاعه الفورمات. فهنا أتكلم عن البزنس بلان، أنا ناوي أعمل شنو والتفاصيل حقتك كيف. فعادة بتتم الحاجة دي في بداية إنشاء الشركة بهدف إنك تحصل على investment أو financing أو تحصل على partners وكده. فتقول أنا عندي والله البلان الفلانية للبزنس، عايز أعمل كده ودي البلان حقك. البزنس بروبوزل هدفه إنك أنت تعرض to pitch a product or service to potential customers. والcustomers هنا ممكن يكونوا final customers وممكن يكونوا business customers اللي هما B2B أو B2C. فهنا أنا بقول أنا والله أنا منشأة أو شركة أو whatever، المهم institute، شغال أو بادي شغل، فبعمل الحاجات الفلانية، أنا ممكن أقدم لك الخدمة الفلانية، فبوضح شنو الفيتشرز والبنفيتس من البرودكت أو السيرفيس اللي أنا بقدمه. فالاثنين هما نحن نستخدمهم عشان نتحصل على يعني outcome معين، إنه هنا نحن عايزين نشوف، عايزين نتحصل على مثلا funding أو partners أو كده، وهنا في proposal عايزين نتحصل على customer، إنه نحن بنعرض خدماتنا. طيب البزنس بلان بتتكون من الأقسام التالية: executive summary هو الملخص، بعدك company description انتو منو، product أو service description عايزين تقدموا شنو، الماركت اناليسيس اللي هو تكلمنا عنه فهتوضح انه والله في ماركت بوتنشال، هتتكلم عن المانجمنت اند اورجانيزيشن انتوا هتشتغلوا كيف، المانجمنت منو، المدير منو، التيم محتاجين قدر شنو، الاورجانيزيشن ستراكشر حقكم كيف. تتكلم عن الماركتنج بلان بشكل عام، كيف هتسوقوا لنفسكم مثلا، هتتكلم عن اللوجيستكس اند اوبريشن بلان، كيف هتنتجوا كيف هتوزعوا كيف كده، واخيرا الفاينانشال بلان انه انتوا محتاجين قدر شنو لفندينج مثلا، هتستخدموها كيف وغيره. في النهايه بيكون في appendices اللي هي ملحقات، غالبا بتكون reports مثلا او statements او كده. ده نموذج لوحده من البزنس بلانز. انا كنت عايز امشي فيها بالتفصيل لكن شايف هسه الزمن شويه ما مساعد، فححاول شويه اختصرها. فانا اخذت اللينك، فممكن الناس برواقه تقدر ترجع للبزنس بلان كاملة عشان تشوف مثال كامل لأنه بتتعمل كيف. فهنا البزنس بلان بتتكلم فيها executive summary، بعد ذاك الكمباني summary، السيرفيس اللي بتتقدم. ده بزنس بلان لساندويتش ريستورانت، فهو بيقول إنه نحنا هنعمل مثلا ساندويتشز بطريقة معينة، مستهدفين مثلا الحتة الفلانية، هنبيع تارجت كاستمرز حقنا كده، هنشتغل بالطريقة المعينة وهكذا. فبتفصل البزنس بلان، بتفصل انه انت عايز تشتغل كيف، عايز تشتغل كيف وعايز تعمل شنو، كل التفاصيل حقك. طيب البزنس بروبوزل فيها نقاط متشابهه لكن بشكل عام، لانه الهدف حقها مختلف فالفورمات حقها برضو شويه مختلف. برضو حيكون في executive summary اللي هو الملخص بتاع الكلام كله الموجود في الدوكيمنت، بعدك البروبلم ستيتمنت، شنو الحاجة الممكن تواجهك انت ككاستمر انا هحل عليك، والبروبوزد سوليوشن هحل عليك كيف، الكواليفيكيشنز انا شنو مؤهلاتي اللي بتخليني اقدر احل عليك المشكلة دي، بعدك التايم لاين انا هاخد زمن قدر شنو عشان احل عليك المشكلة دي، البرايسنج والبيلينج والليجل هدفعك قدر شنو وكيف، هتدفع لمنو، الليجل انتيتي مثلا هتدفع لي كيف، كاش ولا مثلا بشيكات على فترة زمنية قدر شنو، واخر حاجه التيرمز اند كونديشنز انه الشروط بتاعه الاجريمنت، يعني زي ما قلنا انه في البيزنس بروبوزل هو اصلا انك انت بتعرض خدماتك او منتجاتك لجهه معينه. اخر شيء بيكون في جزئيه بتاعه اكسبتنس اللي هي يعني زي الكونتراكت، يعني اذا انت وافقتها يو ويل ساين او البارتيز انفولفد ويل ساين ككونفيرميشن للاكسبتنس. فمثلا ده مثال لبزنس بروبوزل لسوشيال ميديا ماركتنج. فهنا نحن بنعرض خدماتنا كمثلا منشأة بتقدم خدمات بتاعت social media management،
البروجكت باك جراوند، انه احنا والله مثلا احنا الشركه الفلانيه وبنعمل كده وبنقدم كده، الجولز اند اوبجكتيفز انه احنا هنعمل لك مثلا انكريسينج للبراند منشنز اكروس اول شانلز باي كده، هنزيد لك الترافيك بكده، ده اللي هو السوليوشن البروبلم سوليوشن. بعد ذاك التايم فريم انه هنعمل لك كده في الفتره الفلانيه، وبعدين هيحصل كده، هنحدد بالضبط شنو كل المراحل بتاعه الخدمه او المنتج حيمر بيها، والبيمنت انه بناء عليه انت هتدفع لنا كيف ومتين وقدر شنو. فده مثال البيزنس بروبوزل، برضو حطيت اللينك ممكن تطلعوا عليه وعلى امثله بتشبهه بوضح. هو طبعا بيختلف، يعني بيكون في الفورمات دي ما ثابته، في حاجات ممكن تضاف في حاجات ممكن تتنقص على حسب السبيسيفيكيشن للبزنس او للسيرفيس اللي هتتقدم او الخدمه. كده نكون وصلنا لنهايه السيشن بتاعتنا اليوم. اتمنى انه اكون قدرت في الزمن البسيط ده اغطي يعني اكبر كميه ممكنه من التساؤلات، او احاول يعني to shed light على التفاصيل المختلفه. طيب محاضره اليوم خاصه بالريسيرش ميثودولوجي، ولا هي الليله ريسيرش ميثودولوجي بشكل عام، بكره حناخد البيزنس ايكونوميك ديتا اناليسيس، لكن باعتبار انه الديتا اناليسيس هي جزء من الريسيرش ميثودولوجي ف وي تاتش ابون، يعني تكلمنا شويه عن الاناليسيس، لكن لا بكره هنتكلم اكثر عن الاناليسيس اتسلف. الريسيرش ميثودولوجي جزء منه الاناليسيس والاناليسيس ميثودز وكيف هنعمل، فده هنا عن الميثودولوجي. طيب تمام، شكرا يا دكتوره كتير على وقتك، يعني كانت محاضره جميله جدا وممتعه، واتوقع انه الشباب استفادوا فائده عظيمه يعني إن شاء الله. شكرا يا شباب. شكله خلاص كده ما عندنا أي سؤال تاني يعني. بيعلق الشباب يشكروك على المحاضرة. محاضرة عظيمة جدا يا دكتورة، تشكري كتير. كيف ممكن الشخص يطور نفسه في مجال البيزنس ريسيرش؟ طيب هو زي وزي أي مجال ثاني، يا إما إنك أنت تمشي في مجال أكاديمي، إنك أنت تو يعني go for a degree في المجال، which I do not recommend شديد ما لم تكون أنت يعني قاصد degree في نفسها، لكن عموما في resources كثيرة جدا يعني بالنسبة للبزنس research، ممكن يكون جزء منها free وجزء منها paid، لكن البيزنس ريسيرش عشان يكون ابلايد بطريقه كويسه انت محتاج انك تعرف الريسيرش تولز، بعدك تطبقها على البيزنس، يعني على في بيزنس سيناريوز. ف هتقرا عن الريسيرش ميثودولوجي، الريسيرش مثلا تولز، الاناليسيس تولز وغيره، فبعدك هتطبقها على البيزنس ريسيرش. طيب شكرا يا دكتورة، شكرا يا شباب. في أسئلة، أيوة في أسئلة. يطور نفسه في قراءة الريبورت واستخراج الانسايتس. Practice makes perfect. يعني كل ما زول اشتغل حاجات أكتر ومرت عليه بفاريشنز مختلفة، أكيد حيقدر يطور نفسه. قراءة الريبورت واستخراج الانسايتس، تشوف examples أو تشوف mentor، يعني أنت لو مشيت بنفسك هتتعلم eventually، لكن هتاخد زمن أطول، فممكن الزول يشوف الناس معينين، يعني مثلا في LinkedIn بتلقوا ناس كتار متخصصين في حاجات معينة، you can follow them تعرفوا منهم، زي ما قلت في مثلا short courses أو certification tracks، فكل ما الحاجة مرت عليك أكثر هتقدر تعرف. يعني هنا السؤال specific عن قراية الريبورت واستخراج الانسايتس، so you're not making them, you're reading them. فأنا بتوقع إنه زول السائل زينب أنت في position بتاع إنك أنت receiving الريبورت ما making them. ف
الحاجة دي برضو ليها علاقة بالسكيلز بتاعة الزول العمل الريبورت نفسه، أنه الريبورت مفروض يكون موجه لزول اللي حيقراه. يعني ما أعرف الإجابة واضحة بالنسبة لك ولا لا، لكن باختصار أنه كل ما الحاجة مرت عليك أكثر وعرفتي يعني مثلا الكي performance indicators بيقروها كيف، مثلا الانتربريتيشن للاناليسيس وكذا. طيب هل توجد شهادات مهنية معينة في هذا المسار؟ البزنس ريسيرش في certifications في البزنس اناليسيس، البزنس اناليست في الاي اي بي اي عندهم certifications بالنسبة للبزنس اناليسيس، بيعلموا فيها التولز بتستخدمها في البزنس اناليسيس. فدي اكتر يعني جهة انا بعرفها شخصيا انه هي مثلا ممكن تكون اكتر حاجة ريليفنت بالنسبة للبزنس ريسيرش، اللي هي الاي اي بي اي اللي هي International Institute of Business Analysis. عندهم يعني عدد من الشهادات في المجال ده. طيب تمام. اللينك بتاع السيشن دي حينزل لكم في الجروب يا شباب، التسجيل يعني الناس اللي فاتتهم بعض الحاجات أو ما حضروا من البداية. تمام. أو الناس اللي ما حضروا يعني يا دكتور. كويس كويس انه قدرت اجاوب على تساؤلات. انا عارفه انه شويه القصه بتاعت الزمن ضاغط، ف يعني والحاجات ممكن تكون تفاصيلها بتاخد زمن اكتر، لكن زي ما قلت دي يعني رؤوس اقلام. كل واحد من الحاجات اللي انا قلتها دي هو كارير تراك برا. تمام، شكرا يا دكتورة، شكرا يا شباب. كده هنختم.